بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، حلقة خاصة عن الزعيم والزعامة، عن المسؤولية والاحتراف والطرف. الأهلي في المكانة دائما. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم دوما في برنامجكم ملك وكتابة. هي بالفعل حلقة تتحدث كثيرا وباهتمام عن الزعيم، عن الزعامة، وعن الزعم أيضا. أعتقد في حلوة الزعم دي فاتتني. برافو عليك. لأنه في زعم كتير جدا لا ده كله من الرد عليه، وملك وكتابة لم يظهر إلا للرد على كل زعم، حفاظا على الزعيم وردا على كل زعم وليس على الزاعم. مش كده؟ الزعم وليس على الزاعم. فحلقة فيها خمس عناوين مهمة، هذه أبرزها: الأهلي وتصحيح المسار الكروي، الزعيم ترند في جوجل وفوربس، لكن لا جديد، الأهلي في مكانه، وتبقى دائما المسؤولية بين الاحتراف والترف، وأخيرا ودائما عظيم مصر وحكايته مع الأهلي. دي العناوين المهمة اللي نتمنى أن حضراتكم تتابعونا فيها وتستمتعوا بمضمون هذه الحلقة. لكن في البداية دعونا نشاطر نادي الزمالك الشقيق وجماهيره العزاء يا باشمهندس في رحيل الكابتن أحمد رفعت رحمة الله عليه، أحد علامات نادي الزمالك في كل مجال عمل فيه. كان ابنا مخلصا وكان أيقونة من أيقونات نادي الزمالك. الكابتن أحمد رفعت حملني الكابتن محمود الخطيب، أنا أتقدم بالتعازي بنيابة عنه عن مجلسه إلى مجلس إدارة الزمالك وأعضائه وجماهيره، وكان يتمنى أن يحضر بنفسه، ولكنه غدا خارج البلاد لمدة خمس أيام، لن يحضر العزاء يوم السبت. فبالنيابة عن الكابتن محمود الخطيب أتقدم بخالص العزاء أولا لنادي الزمالك وجماهيره وأسرته، ولمصر كلها والوسط الرياضي عن وفاة المرحوم أحمد رفعت. ألف رحمة ونور على كابتن أحمد رفعت، وكل العزاء والمواساة لأعضاء وجماهير نادي الزمالك، وللأستاذ خالد رفعت نجل الفقيد الكبير، صديق عزيز وابن غالي، التسويق المميزين، راجل مهذب جدا وذو علم. صحيح خالد رفعت، رحم الله الكابتن أحمد رفعت. النهاردة كمان الكابتن حسام البدري بيختار قائمة الأهلي، يمكن دلوقتي حاليا شغال مباراة الزمالك والإسماعيلي بين الشوطين، النتيجة 0-0، لكن كمان الكابتن حسام البدري بيختار 21 لاعبا للأهلي، سافر بيهم بالفعل للمنصورة للمبيد بها استعدادا لمباراة الغد مع طنطا اللي هتكون في استاد المحلة. ال 21 لاعب اللي الكابتن حسام اختارهم للسفر: شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم ورمضان مصطفى الحارس الصاعد، باسم علي وايمن اشرف ومحمد نجيب وصبر رحيل، دي لقطات من المران الاخير قبل السفر، صبر رحيل واحمد فتحي وعمرو السوليه وعبد الله السعيد واحمد الشيخ ووليد ازارو وجونيور اجايه ومحمد هاني وكريم ندفد ومؤمن زكريا واحمد ريان وميدو جابر ووليد سليمان وباكا واحمد حمدي. عندك تعليق على القايمة؟ بتلاحظ انه بيحاول بقدر الامكان يدخل باستمرار ناس عشان يطلق حوافز، ما يبقاش ناس بعيدة عن الصورة قوي. وكل واحد وشطارته بقى، اللي بياخد فرصته بيشبط فيها بيكمل. لكن هو هيعمل ايه؟ ده المتاح. علي معلول ظهير الايسر التونسي نجم الاهلي بدأ ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية، وحينتظم بشكل اكثر جديه بعد مباراه طنطا ان شاء الله. والدكتور خالد محمود طبيب الفرقه قال انه معلول جاهز باذن الله لاداء التدريبات الجماعيه مع زمايله، وانه تعافى بنسبه كبيره جدا من الاصابه اللي كان عانى منها في العضله الخلفيه. واكد الدكتور خالد على انه تدريبات التاهيل اللي اداها اللاعب مؤخرا كانت من اجل الاطمئنان على تعافيه والتاكد من تمام شفائه والتخلص من الاصابه تماما قبل ما يدخل في التدريبات الجماعية.
ايضا الدكتور خالد محمود قال انه هشام محمد لاعب خط الوسط الحمد لله شوفي من اصابته بجزع في الكاحل كان اتعرض ليها في مباراه الاسماعيلي، واكد دكتور الاهلي انه اللاعب اجتاز برنامج التاهيل الخاص وتدريبات العلاج الطبيعي وبقى الحمد لله جاهز للمشاركه في تدريبات الكوره مع الفرقه بعد مباراه طنطا. ايضا تعرفين هشام محمد كان غاب عن التدريبات في الفتره الاخيره وخضع لبرنامج طبيعي لتجهيزه للعوده بقوه في التدريبات. على ذكر المصابين ايضا حارس المرمى محمد الشناوي بدا ينتظم بالفعل في تدريبات الفريق ولكن هيدخل الكوره بشكل جدي كمان 5 ايام بعد خضوعه لتدريبات علاجيه مكثفه بيأدي تدريبات تأهيليه حاليا. والدكتور خالد محمود قال ان حاله الشناوي في تحسن مستمر وملحوظ بعد ما كان عانى من اصابه في العضله الضامه في الفتره اللي كان شارك فيها وظهر بمستوى جيد جدا. زي ما اشار لكم المهندس عدلي منذ قليل انه الكابتن محمود الخطيب هيكون خلال هذه الايام الخمس القادمه خارج البلاد بيلبي دعوه اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه في ابو ظبي، هيسافر الكابتن محمود الخطيب وايضا هيسافر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه اللي تلقى نفس الدعوه، فالوزير والخطيب هيسافروا سوا لحضور النهائي العالمي اللي هيجمع بين ريال مدريد وبطل البرازيل في نهائي. تعتقد انه مضمون؟ مفيش حاجه مضمونه في الكوره، امبارح ريال مدريد كاد ان يطاح به يعني. الجزيره الاماراتي عمل ماتش العمر. طبعا يعني هو اللي انا عايز اقول لك وسبق مازيمبي وصل فاينل والرجاء وصل فاينل والاهلي ثالث يعني اذا لا افريقيا لم تعد لقمه سائغه يعني. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان زار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه في مكتبه علشان يبحث التنسيق وتقديم التسهيلات الكافيه لتنظيم الاهلي للمباراه العالميه الكبيره اللي هتجمعه مع اتلتيكو مدريد ان شاء الله يوم 30 ديسمبر الجاري في استاد برج العرب يا باشمهندس تحت شعار السلام واللي بتدعو للتضامن. يمكن دي لقطات من لقاء الوزير مع الكابتن محمود الخطيب، ويمكن حصل اتصال بيني وبين المهندس خالد عبد العزيز، راجل سعيد جدا بهذا التعاون وسعيد بالروح الطيبه جدا اللي بتسود الوسط الرياضي وعنده سعاده غامره بالتجربه الديمقراطيه والحراك الديمقراطي اللي حصل في كل الانديه. طبعا هو خلص مرحله كانت تبدو صعبه للغايه وكل شكك انها هتمر بسلام يعني. واصعب المعارك اللي خاضها بالتاكيد كانت معركه النادي الاهلي مع اللجنه الاولمبيه. وما حدث في التصويت حتى على لائحه النظام الاساسي، ولكنه استطاع في الاخر نتيجه يعني انه اكد على موقف الدوله القوي وان القانون لما يعني بيتاخد عشان يفعل. فهو اكثر الناس سعاده ان الامور انتهت على هذا النحو. وكمان انا في مداخله مع صديق ابراهيم فايق فبيقول لي انا جاي لي المعالي الوزير يعني بعد هذه المداخله كضيف تقول له ايه؟ قلت له عايز يبعت رساله طمأنه ان الوزاره في ظهر الاهلي ومع الاهلي في مباراه اتلتيكو مدريد لانها مع الاهلي لانها مباراه تحت شعار عالمي وانها هتكون محطه انظار العالم، وان الاهلي يسعى للحصول على اكبر قدر من الدخل عشان كله مهدى الى اسر شهداء الارهاب. فان احنا نلعب مع السلام ضد الارهاب وان في رساله باللغه العربيه يسجلها كل لاعبي اتلتيكو مدريد والحرص على ان يتزامن الاعلان بين الاهلي واتلتيكو مدريد في ذات التوقيت عشان الرساله توصل، واللي هيجي بكامل نجومه فمش اقل ان نحتشد جميعا مسؤولين وجماهير واعلام مع النادي الاهلي، مش هنقول خلفه لان كل ده هيبقى شركاء الاهلي في تقديم هذه الرساله العالميه في احلى صوره. وده الكلام الايجابي لانه لو نتذكر البرنامج الانتخابي او برنامج العمل اللي كان طرحه الكابتن محمود الخطيب وقيمته كان فيه اشاره واضحه جدا على ضروره تفعيل الدور المجتمعي للنادي الاهلي. النادي الاهلي
بقيمته وبشعبيته وجماهيريته وبتأثيره في مجتمعه زي ما حضراتكم لامسينه وشايفينه، ما ينفعش يبقى معزول عن قضايا وطنه، وما ينفعش أبدا ما يسهمش بهذا القدر الكبير جدا في خدمة قضايا مصر. فبالتالي كانت بداية هذا التفعيل تبني الأهلي لهذه المباراة اللي تفاعل معها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الأمانة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، اللي وضع هذه المباراة كاملة تحت رعايته وتحمل كل تكلفتها علشان تقام بمشاركة نجوم الأهلي مع عدد من نجوم العرب بالذات من الدول العربية الثالثة. الجميل في الموضوع أهدى المباراة للأهلي لينظمها وفي برج العرب في الدولة رقم واحد في العالم التي تحارب الإرهاب. فهذا دعم وأيضا هدية لحبيبه النادي الأهلي وحبيبه الأصغر كابتن محمود الخطيب يقول له احنا معاك اشتغل، والأهلي هيبقى متصدر الأخبار العالمية في هذا الحدث. فأعتقد ان بداية جميلة، نرجو ان المباراة تيجي. هو اتلتيكو مدريد هيلعب مباراة جادة، ايوه طبعا هيلعب مباراة جادة، والرسالة اللي جاية جادة، هيجي فول تيم وهو عارف الفصولات اللي حصلت لروما والريال مدريد مع الاهلي. فهو جاي يلعب مباراه جاده، وهو في رايي هيكون اشرس الفرق اللي قابلناها، لانه فرقه تجمع بين القوه والجديه والمهاره. يعني فرقه رزله بترزل على برشلونه على بايرن على الريال، ففرقه هتلعب بجديه. شوفوا يعني حدث زي ده فيه كام رساله. الرساله الاولى تفعيل الحس الشعبي في مكافحة الإرهاب، إنه النادي الأهلي نظم المباراة في برج العرب ويطلب حضور 60,000 متفرج عشان الكل يلعب تحت شعار السلام، عشان الكل ينتبه ويتيقظ جيدا لخطورة ما يحاق بمصر من قبل العناصر الشريرة الإرهابية. ده إيقاظ للحس الشعبي، ده حس لكل الجهود الشعبيه والجماهيريه للتكاتف، وان مصر وحده واحده، واشعار الناس كلها انه البلد كلها صف واحد في مواجهه هذا الخطر. النقطه الثانيه رساله للتضامن العربي، لما يجي نجوم من السعوديه ونجوم من البحرين ونجوم من الامارات، وهي الدول الثلاث المتشاركه مع مصر في الدعوه ضد مكافحه او ضد الارهاب ومكافحته، واللي واخدين الموقف الإقليمي القوي جدا للدول الأربعة، فيتم ترجمة هذا التضامن العربي الرباعي في شكل مباراة. الرسالة الأخرى رسالة عالمية، رسالة عالمية للعالم كله من خلال أو عبر مباراة كبيرة مع نادي كبير، يقول للعالم كله أنه مصر بتلعب من أجل السلام، أن العرب متوحدين بهدف السلام، وأنه بيدعو العالم كله للتكاتف ضد الإرهاب. فشوفوا مباراة واحدة فيها كام رسالة. رسالة من اللاعبين باللغة العربية، مش باللغة الإسبانية أو الإنجليزية أو الفرنسية، باللغة العربية. يعني ولذلك اتأخر الإعلان عن المباراة 3 أيام، يبدو كان بيحفظوهم الجمل. لا طبعا مؤكد عشان تطلع بشكل يؤدي الرسالة بطريقتها السليمة. عشان كده كانت زيارة الكابتن محمود الخطيب للوزير المهندس خالد عبد العزيز للاتفاق على كده. والحقيقة المهندس خالد عبد العزيز بيأكد على دعمه الكامل ومساندة الوزارة للنادي الأهلي في إنجاح هذا المهرجان بكل مضامينه، خاصة أنه تم الاتفاق على أن إيراد هذه المباراة بالكامل. صحيح أنه المستشار تركي آل الشيخ أبدى استعداده لتحمل كافة تكاليف هذه المباراة، لكن كمان الإيراد بالكامل. النادي الأهلي أعلن عن توجيهه لصندوق أسر أو رعاية أسر الشهداء، شهداء الإرهاب. بس في نقطة كمان من الزيارة دي فيها ذكاء. لأن دلوقتي الماتش زي ده بروتوكوليا هيبقى صعب. طبعا. فأنت لازم تشرك مؤسسات الدولة عشان تقول لك مين كبار الشخصيات اللي هتحضر وبروتوكوليا يتعاملوا ازاي. فوزارة الشباب هتكون أيضا معنية. كلمني أنا شخص مسؤول الاستاذ محمد كساب مكلفه سعاده الوزير، قال عايزين ننسق عشان نحط الكلام ده من الناحيه البروتوكوليه مع بعض. كساب وكيل وزاره الاعلام في الوزاره، المسؤول الاعلام طبعا عن الاعلام في الوزاره. طبعا ده معناه ايه؟ ان مش عايز تسيب حاجه للصدف.
او لسوء التاويل. طيب. او ان واحد يقول لك ما خدتش راي فلان ليه، هتروح لاصحاب الشأن وتساعدهم. وممكن جدا لو في حد من الوزاره يعني باستمرار هتجد الشخص المعني من المكان مشارك في هذا الحدث. الموقع الرسمي للنادي قال ان النادي الاهلي وجه الدعوه الى 3 لاعبين جدد من نجوم الكره العربيه للمشاركه معه في هذه المباراه الوديه العالميه الكبيره اللي هتكون يوم 30 ديسمبر ان شاء الله امام اتلتيكو مدريد. اللاعبون اللي وجهت لهم الدعوه هم تيسير الجاسم لاعب النادي الاهلي السعودي، واسامه هوساوي لاعب الهلال السعودي، واحمد الفريدي لاعب النصر السعودي. يبقى 3 لعيبه من الانديه السعوديه. الاهلي كان وجه الدعوه ل6 اخرين من مختلف الانديه العربيه الاماراتيه والسعوديه والبحرينيه، ال3 دول الشريك الكبير مع مصر في مكافحه الارهاب في المنطقه العربيه. فهد المولد من نادي اتحاد جده السعودي، احمد خليل لاعب الجزيره الاماراتي، عمر عبد الرحمن عموري لاعب نادي العين الاماراتي، اسماعيل مطر نجم الوحده الاماراتي، سيد ضياء نادي الرفاع البحريني، واسماعيل عبد اللطيف لاعب المحرق البحريني. اذا 3 لاعبين ثم 6 لاعبين، يبقى في 9 لاعبين عرب هيكونوا مشاركين مع الاهلي في هذه المباراه. هيكونوا مرشحين لان يكونوا. ليه؟ في يعني تجمع دولي خليجي ارجو انه يسمح باكبر عدد من هؤلاء اللاعبين انه يشاركوا. لان في منتخباتهم هتكون. اسماعيل اللي متقدم 1-0 على الزمالك دلوقتي. احنا في دقيقه كام؟ بدايه الشوط الثاني. طيب. انت عايز النتيجه ايه؟ انا عايز الاهلي يكسب. الاسماعيلي بيقدم موسم كويس قوي. في افضل حالاته. دقيقه 62 دلوقتي. طيب كمل. طيب المهرجان هيقام في هذه المباراه. ايضا في مهرجان فني هيحييه نجوم الفن والغناء محمد حمائي ورابح صقر واحمد الهرمي ووليد الشامي. بتقام ايضا في هذه الحفلية. كان في كلام ان الجسمي كمان قد يكون موجود يعني. تمام. بس ده تحسبه مصر ولا تحسبه اماراتي ولا تحسبه ايه يعني؟ صحيح. ده بالنسبة للمهرجان الود العالمي الكبير جدا اللي هنتابعه مع حضراتكم بإذن الله في كل حلقة من الحلقات القادمة لغاية لما نقول الوضع هيبقى عامل ازاي. وأتمنى ان كل من يمكن ان تتاح له الفرصة انه يحضر هذه المباراة في ملعب برج العرب، يا ريت الملعب يكون مليان او العدد اللي ممكن يتم السماح به امنيا. بصرف النظر بقى عن قيمة التذكرة، خلي بالكم ان دي مباراة ليها هدف. ليها هدف. يعني ربما التذكرة يعني تكون أعلى سنة، الله أعلم، لكن إذا كان هكذا يبقى تفهم مباراة لها هدف، وده أقل حق بالذات لأنه الأهلي يوم 29 يعني يوم الجمعة قبل المباراة ب 24 ساعة هيلعب مع بتروجيت. دي مشكلة فنية بقى دي عند الكابتن حسين، عشان كده مشاركة أكبر عدد من النجوم العرب ربما للاستفادة من جهودهم في هذه المباراة العالمية، لأنه لعيبة الأهلي الاساسيين هيكونوا مشاركين قبلها بيوم فقط امام بتروجيت في الدوري، وفي محاولات لنقل مباراه بتروجيت الى ملعب برج العرب عشان يفضل فريق الاهلي موجود في نفس المكان، ما يكونش مضطر للسفر في نفس يوم المباراه. يعني حل. احد الحلول. طيب قرعه بقى دوري ابطال افريقيا، وعايز اقول لكم انه دوري ابطال افريقيا ده الهدف الجديد، لانه لما بنتكلم على ان الاهلي يستعيد مكانته ويستعيد مش بس تقاليده وقيمه ونظامه والسيستم الاداري المعروف به، لا كمان يستعيد منافساته القاريه بقوه ويستعيد اسهمه في المنافسه على اللقب العالمي الكبير كاكثر الانديه تتويجا. فبالتالي هذه المنافسه لن تاتي الا من خلال قلب الاميره. لابد ان يسعى الاهلي بقوه للفوز بدوري ابطال افريقيا. الجديد انه بالامس تم الاعلان عن دي اول بطوله اللي بالمفارقه الطيبه كانت في مثل هذا اليوم، يعني حتى تحقيق الاهلي لاول لقب في تاريخه الافريقي ده كابتن مختار للكابتن الخطيب. المفارقه الاكثر طرافه ان الكابتن الخطيب هو اللي جاب الجول. صحيح. فيكون الاهلي يتوج يعني من
كوماسي معقل الأشانتي كوتوكو علشان يفوز الأهلي بأول لقب أفريقي عام 82. القرعة جنبت الأهلي، القرعة الجديدة بقى جنبت الأهلي ومازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب الأفريقي. هذه الأندية جنبتهم القرعة إن هم يلعبوا في الدور التمهيدي أو دور ال 32. 32 ولا ال 64؟ الأهلي هيبدأ من دور ال 16. يلعب الأهلي في دور ال 32، لا هو جنبته ال 64. بس هقول لك ليه؟ آه. لأن خلاص إحنا ما فيش دور 16. أيوه. دي مجاميع على طول، يعني دور 32 وبعدين مجاميع. أيوه ال 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 دور المجموعات بقى من دور ال 16. الأهلي هيلعب في دور ال 32 مع الفايز من ريال كاديوجو البوركيني وسي اف مونانا الجابوني، يعني دول هيلعبوا في دور ال 64، الكسبان منهم بطل الجابون او بطل بوركينا هيلعب الاهلي في دور ال 32. مباريات الدور التمهيدي هتتلعب احد ايام 9 و10 و11 فبراير، يعني البطوله هتبدا في فبراير، والعوده هيكون احد ايام 16 17 18 فبراير بالجابون. الاهلي هيبدا امتى بقى؟ يعني الاهلي هيلعب الفريق الجابوني او الفريق البوركيني هيلعبوا احد ايام 9 10 11 مارس في القاهره، يبقى الاهلي يلعب ضربه البدايه الافريقيه من القاهره، وهيبقى في الاسبوع الثاني من شهر مارس احد ايام 9 10 11 مارس، ويسافر بعدها على طول 16 17 18 عشان يلعب في الخارج. اذا الاهلي يبدا من دور ال 32 وبعدها باسبوع يسافر. الاهلي يبدا دوري الابطال من القاهره، ينتظر الفائز من بطلي الجابون وبوركينا فاسو. مصر المقاصه بقى شريك الاهلي في دوري الابطال اللي بيشارك في هذه البطوله لاول مره في تاريخه، هيلعب في دور الاثنين او الدور التمهيدي مع فريق اللي هو 64 جينيريشن فوت السنغالي، وهيلعب مباراه الذهاب 9 10 11 فبراير في السنغال، يبقى المقاصه هيبدا في السنغال مع جينيريشن فوت، والعوده هيلعب مباراة العودة في الفيوم 16 17 18 في حال التخطي. المقصة ان شاء الله لو لا تخطى، لا بص هو هيلعب برضه، بص لو تخطى هيلاعب الفايز في نفس من توقيت الاهلي. ما هو خلاص دور ال 32 في نفس توقيت الاهلي. لكن هو هيلعب دور ال 64 قبليه بشهر مع جينيريشن فود السنغالي، وهيلعب مع بعد كده في دور ال 32 شأن الأهلي، بس هيلاعب الفائز من الحرية كوناكري الغيني و اس فان النيجيري، يعني عنده في الأول سنغالي ثم بعد كده عنده يا إما الحرية الغيني أو اس فان النيجيري. المقاصة هيلعب في حال تخطيه الدور التمهيدي هذه المباراة. في دور ال 32 الأهلي هيلعب المباراة الأولى في القاهرة، أيضا المقاصة هيلعب المباراة الأولى في الفيوم. دوري المجموعات اللي أشار ليه المهندس عدلي ده هيكون بإذن الله تعالى في دور ال 16 وهيبدأ في شهر مايو. يعني الأهلي هيلعب في مارس وأبريل ما عندوش منافسات أفريقية خالص، 4 5 6 5 شهر مايو يبدأ دوري المجموعات. في حالة بإذن الله أن يتجاوز يوصلوا الأهلي إن شاء الله. يوصلوا الأهلي ويوصلوا المقاصة إن شاء الله. وهيتلعب بقى دور المجموعات يبدا في 4 مايو ثم يختتم في 16/9. الجوله السادسه والاخيره منه هتبقى في شهر 16 سبتمبر. دور الثمانيه هيبقى في شهر سبتمبر والاسبوع الاول من اكتوبر، ونصف النهائي هيكون في النصف الاخير من اكتوبر، والنهائي لدور الابطال باذن الله تعالى في الاسبوع الاول من نوفمبر ثم الأسبوع الثاني من نوفمبر، يعني 11 نوفمبر يختتم دوري الأبطال عشان يتعرف مين رايح. هو ده باستمرار بيكون شهر نوفمبر لأن بيبقى كأس العالم في ديسمبر. في ديسمبر. ماشي. الكونفدرالية فيها الزمالك وفيها المصري. أنا أعتقد الناس تابعت إنه المصري هيلعب مع جرين بافلز الزامبي في دور التمهيدي، والزمالك ايضا القرعه جنبته اللعب في دور ال 16 فهيبدا في دور ال 32 للكونفدراليه مع زيما موتو بطل زنزبار وولايتا ديشا الاثيوبي، الفايز منهم هيلاعب الزمالك
في البطولة الكونفدرالية. يعني احنا اعتبارا من فبراير هنبتدي ضربة البداية في المشوار الافريقي للأندية. بالنسبة للأهلي والزمالك هيبقى في شهر مارس. طيب أبناء النادي الأهلي أبناء النادي الأهلي من المدربين الحقيقة ما شاء الله. مدرسة الأهلي التدريبية نمسك الخشب الفترة الأخيرة ماشية بأسهم جيدة جدا. عندنا علي ماهر متألق مع الأسيوطي، عندنا عماد النحاس عامل نتائج كويسة جدا مع الرجاء، عندنا الكابتن أسامة عرابي مسك طنطا وبكرة هيواجه الكابتن حسام البدر، وعرفش الصداقة اللي بينهم هتمشي ازاي. لكن محمد يوسف ماشي كويس مع بتروجيتو، عنده مباراة بكرة مع الاتحاد السكندري، كابتن مختار مع الانتاج الحربي عامل نتائج وعروض جيدة. اذا المحصلة بشكل كامل، حتى الكابتن علاء عبد العال وهو ابن النادي الاهلي واحد من اللي كانوا مدربين او ناشئ في النادي الاهلي ماشي كويس قوي مع الداخلية. ما شاء الله معظم المدربين الاهلوية نتائجهم بشكل عام جيدة جدا. واحد من هؤلاء الكابتن هاني رمزي تم التعاقد معاه مديرا فنيا للمنتخب الليبي. ده خبر مهم جدا جدا جدا. يعني ان المنتخبات العربية تتنبه لقيمة المدرب المصري، ده موضوع مهم جدا. المنتخب الليبي منتخب كويس لا يستهان به. نتمنى له التوفيق ويكون يعني خير سفير لزملائه. والمقرر ان الكابتن هاني رمزي هيسافر الى العاصمة الاردنية عمان عشان يحضر مباراة للمنتخب الليبي، بيلعب مباراة ودية هناك مع المنتخب الأردني يوم 25 ديسمبر، فهيتفرج عليهم في عمان ويبدأ الاتفاق على تولي هذه المهمة. المصري اليوم فيها خبر يعني أعتقد ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. المهمة ولا المهمة؟ المهمة. هذه المهمة ولا هذه المهمة؟ المهمة. انت ضليع في اللغه العربيه. لازم ناخد رايك في المصري اليوم النهارده. الاهلي يعرض 10 ملايين جنيه لضم عواد. شوف اي من ده من ده. اذا كان هو لسه يعني بيرتب البيت وهيشوف في لجنه كوره مش لجنه كوره وكيف تدار الامور، ما فيش كلام. ده شغل الوسطاء يمتنعون ونابل لحد ما يترتب. كابتن الخطيب يعلن عن الآلية اللي هيشتغل بيها في مجال الكورة. طيب يعني اللي ما يطلعش بيه تصريح من جهاز الكورة خاص بالكورة يبقى في إطار التكهنات. ماشي؟ الزمالك والإسماعيلي، لازال الإسماعيلي متقدم 1-0، لكن يعني لما يتقال دلوقتي على انه الاهلي بيفاوض حارس الاسماعيلي في هذا التوقيت مقصود والله وعارض 10 مليون. اولا يعني في الانتقالات الشتويه كمان، يعني الاهلي يعني ده لما لكل اسماعيلي متصدر الدوري. وانا عايز اخد الجول بتاعه. ايه اللي يجبره انه يسيب اداري مش لعيب مهما جات له فلوس؟ يا جماعه ده كلام مش منطقي. انما المقصود بيه اهو حتف، يمكن يعمل دوشه واثاره وترويج. عشان كده بقول لك ما تاخدش غير لما يصدر شيء رسمي عن طريق الجهاز المعني وهو جهاز الكره. شيء رسمي من المتحدث الرسمي؟ لا، انا متحدث عن المجلس. لا، انا مش متحدث عن الكره خالص. ليه بقى؟ كده هو القرار كده، متحدثا عن مجلس الاداره ومستشارا اعلاميا. في ملك وكتاب. انت عايز تجرني الموضوع مش هيحصل. طيب بمناسبة الإسماعيلي والهري اللي بيحصل وبيوتر العلاقات بين الجماهير أكتر، ودي المسألة الحقيقة الخطورة في هذا الموضوع في جزئية الجمهور. لما يبقى الإسماعيلي متصدر وفرقة ماشية كويس فيتقال الحقيقة ده الأهلي عارض 10 مليون عشان يضم حارس الإسماعيلي، وكمان في الانتقالات الشتوية، شوفوا أنتوا بقى دي ممكن يعمل إزاي. لا هو طبعا على مستوى الإدارة هتبص للخبر وتضحك لان فاهمه ان هو ما حدش كلمهم، لكن المشكله على مستوى الجماهير. عمليه الحقن عند الجماهير المستمره دي والتاريخ بعد شويه يتشوشر عليه ويتقال لك الاهلي والاسماعيلي كلام عاري من الحقيقه في معظمه. طب خد دقه دي.
هات. رضا سيكا واحد من هؤلاء اللاعبين اللي كان في الإسماعيل وانتقل للزمالك ومشي من الزمالك بعد ماتش 6-1. يعني مباراة بيبو وبشير كانت نهاية وجود رضا سيكا في نادي الزمالك. دي كانت أول مباراة له. آه. رضا سيكا كاتب لجمهور الإسماعيل العظيم وجمهور الزمالك العظيم بعد تعادل النادي الإسماعيلي وإبعاده بفعل لجنة الحكام وتأخر نادي الزمالك وبعد وبعده بنسبة كبيرة عن الدوري بفعل اللاعبين وركوب الأهلي الدوري، الدورة هيكمل وكذا في كأس العالم والدوري أهم وكذا في كأس العالم، وبقول لو النادي الإسماعيلي أو نادي الزمالك أول الدوري حاليا بنفس نقط النادي الأهلي الحالية وفوزوا في 3 مباريات المؤجلة يعني فرق عن التاني ب20 نقطة، صدق أخوه كان المسؤولين في لحظة طلع قرار غصبا عن جميع الأندية أنت بتقرأ إن الدوري يتلغي. أنت بتقرأ إيه؟ بتقرأ إيه؟ يا راجل نط على خبر تاني. إيه الكلام ده؟ ده عمال قاعد يعني خلاص. يعني عايز يقول لهم إن إحنا دلوقتي يا أستاذ إبراهيم عشان الإسماعيلي متقدم فالدوري ممكن يتلغي عشان كأس العالم، لكن مش هيتلغي لو الأهلي ركب الدوري. ليه؟ الأهلي مش فارقة معاه. لأن لو اتلغى هيتحسب بطل الموسم الماضي. ما تدخلش الأهلي بجملة مفيدة. قال لك دلوقتي مش هيتلغي لغاية لما الأهلي يشوف هيعمل. ده بالعكس. يعني اللي أنا عايز أقوله كفى تأجيج لهذه النار المصطنعة. يا جماعة خلي عندكم شيء من المسؤولية. يعني كل واحد عايز يكسب يكسب بدراعه. وبيقول لك هو اصل الدوري يتلغي لو الاهلي بعيد عنه. ما دام الاهلي ما عندوش فرصه ياخدوا الدوري، لو الزمالك اللي راكب او الاسماعيلي هيلغوا له الدوري اكراما للاهلي لانه ما دام فقد البطوله. ده المنطق اللي بيتقال. والله الشباب الصغير اللي قاعد في الشارع على القهوه عنده منطق عن كده، وعنده معلومه كمان اكتر من كده وافيد من كده. لانه حتى البطوله بتاعه 90 لما تاهل منتخب مصر لكاس العالم اللي بيفكر الراجل ده الناس بيها جدول الدوري في 90 يا عم الحاج الاهلي كان الاول ب 34 نقطه. الاهلي وقتها لما الدوري اتلغى كان كل الانديه لعبت 12 مباراه. هو ده الدوري يا عم سيكا، هو ده الجدول. الاهلي كان متصدر الدوري وقتها ب 34 نقطه والزمالك الثاني ب 30 نقطه والترسانه الله يرحمه بقى كان عنده 22 نقطة في المركز الثالث. غزل المحلة كمان الله يمسيه بالخير كان عنده 20 نقطة. الإسماعيلي كان في المركز الثامن كان عنده 15 نقطة. فلما اتلغى الدوري الطرف اللي أدير بشكل مباشر هو الراجل اللي كان راكب الدوري ده. كان عنده 34 نقطة. مش تقول لي الدوري اتلغى ساعتها علشان الأهلي ما كانش عنده فرصة فقال لك نلغيه خلاص بلاها دوري. هي دي الحقيقة. أرجوكوا بلاش تصدير معلومات غلط للناس والشباب الجديد يبني معلومات أو يبني آراء ووجهات نظر غلط وتبدأ العملية تحتقن. صدقوني كل الضخ اللي انتوا عملتوه ده هو اللي أوغر صدور الناس في بورسعيد وهو اللي وتر الأجواء في الإسماعيلية وهو بسبب هذا الجهل الممقوت الجهل الغريب العجيب. ما هو من حقك تدافع على الإسماعيلي والإسماعيلي عنده كوره جميله وعنده تاريخ رائع وعنده نجوم افزاز يدافع بيهم، لكن مش بالتحريض ضد الاهلي واثاره الجماهير ضد الاهلي وضخ معلومات وكلام فارغ وغريب وعجيب وغير صحيح. ارجوكوا بلاش اللعب بالنار الى هذا الحد. الغاء الدوري ساعتها في بهذا الشكل اديكم شفتوه. ما اعتقدش ان السنه دي ممكن حد يلغي الدوري لانه كمان الافندي ده المفروض لعيب كوره وفاهم انه منتخب مصر فيه حاليا معظم اللعيبه من المحترفين بره مصر. يعني انا لما يبقى عندي 15 لاعب من المحترفين بره مصر الغي الدوري المصري ليه؟ يعني انت اصلا حتى لو لغيت الدوري عشان تجهز ال 10 12 لاعب اللي من الدوري المحلي مش هياخدوا محترفين، مش هيلعبوا الا في الاجنده الدوليه بتاعت الاتحاد الدولي. المسائل ما عادتش زي الاول. فبالتالي يا عم لا الدوري هيتلغي
ولا كوبر طلب إلغاء المنتخب لأنه في الحالة دي هيلغي كل الدوريات اللي المحترفين بتوعنا فيها. فأرجوكوا قليل من العقل شوية. زي النهاردة في 15 ديسمبر 1950 الأهلي فاز على الزمالك 2-0 في الدوري، سجلهم توتو ومحمد الجندي عليهما رحمة الله. 13 ديسمبر 2016 الأهلي خسر من انترناسيونال البرازيل يا باشمهندس في سيمي فاينال كأس العالم للأندية 2-1، وكان جاب الهدف في لافيو. أنا كنت المنسق الإعلامي اللي بياخد الفرق يدخلهم المؤتمر من خلال وانا ما كنتش هناك. لا انت كنت هناك، بس انا بقول لك انا كنت المنسق الاعلامي اللي بياخد الفرق. ايوه من اوضه يا عم ابراهيم استنى. انت كنت تحت؟ كنت تحت وانت فوق؟ لا انت ما كنتش تحت. ايوه طيب انا كنت تحت في الميكسد زون. عند في الميكسد زون هحكي لك حكايه في الميكسد زون. قول. فانا رايح اجيب مالجوسيه من الاوضه، وانا رايح عديت على الاوضه بتاعه انترناشونال. هو كسب 2-1 منهم جون، كان باكو لعيب طالع وبيقولوا ايه ان ده اهم لعيب. شوف حسن مصطفى رجع له الكره ازاي وهو راجع من الاوفسايد. هو ده الجون اللي خسرنا بيه. لو حسن مصطفى ما رجعش الكره دي فلقيت المدرب صوته قد كده وبيزعق. فسألت حد من الناس اللي بتفهم يعني المرافقين دول الصحفيين اللي عندهم، قال ده بيقول احنا ما نستحقش الوصول للفاينل اللي كان يستحق النادي الاهلي، وانتوا الحظ خدمكم. بالمناسبه انترناشونال كسب برشلونه في الفاينل وخد البطوله، يعني انت خرجت من البطل ومش بقيت التالت، عشان كده ده انت كسبت كمان كوبا امريكا في التالت والرابع. فاللي عايز اقوله لك ان نفس انترناشونال ما كانش شعر بالجداره لما جه المؤتمر الصحفي استاذ ابراهيم، يمكن ده انت تكون حضرته بقى، بتاع برشلونه قبل الفاينل، فقال وي ار لاكي، قال كده بالظبط ان احنا تخطينا هذا الفريق، ان احنا ما قابلناش النادي الاهلي. يو هاف تو سفر تو بيت ساتش اورجنايزد تيم، عليك ان تعاني امام فريق منظم بهذا الشكل، لان تغلب او تضرب مثل هذا الفريق المنظم. كويس. فطبعا الاهلي كان سايب سمعه حلوه قوي، عايزين نسترد ده. طيب احنا عندنا ايه يا شباب دلوقتي؟ طيب نشوف اهداف المباراه. مساحات امام فرنانداو الكابتن على طول يتواصل، والشمعة وحماد النحاس في الضغط والمساعدة والعكسية والهدف الأول، الهدف الأول لألكسندر باتو. يبدو أن اللاعب عائد من موقع متسلل. على كل سنتابع مشاهدينا الكرام من جديد المرعب البرازيلي ألكسندر باتو، يبدو أنه هو من سجل الهدف الأول. هل هو في موقع متسلل أم لا؟ هفوة دفاعية من النادي الأهلي بصراحة نحن في غنى عنها. والمدرب البرازيلي أبيل براغا 54 سنة، وكأني بيقول للشعب البرازيلي نعم نعم ألكسندر باتو هو النجم القادم للكرة البرازيلية. هذه العكسية كانت من عماد النحاس، تدخل من حسن مصطفى بتاكلينج، ولكن بالأخير ألكسندر باتو يعطي الأسبقية للكرة البرازيلية في توقيت مقاتل جدا. على كل نتمنى أن هذا الهدف، طبعا مشاهدينا الكرام اسم الفريق انترناسيونالي بورتو أليجري كان أسية بالفريق الإيطالي انترناسيونالي انتر ميلانو نيرانزوري المتأسس قبل الفريق البرازيلي بسنة واحدة سنة 1908 لإنتر الإيطالي، 1909 لإنترناسيونالي البرازيلي. طارق الصعيد وجول جول 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 فعلا عمادو عمادو الأنجولي. يا سلام الاهلي الفنان الاهلي الفنان فلافيو عمادو يقتنص كوره بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر من طارق السعيد، ويضع الكوره في شباك الحارس كريمر. شوف 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 الاهلي بيعمل ايه، شوف كوره فلافيو ولا احلى. يا سلام على الاهلي.
الفنان ولا فعلها السلطان السمان، وكورة في الشباك البرازيلية برأسية أنغولية مصرية عربية، والأهلي يرجع في المباراة، يعود في اللقاء 1-1، والنتيجة ولا منطقية، ولا الكورة تنصف النادي الأهلي وتعطي هدف التعديل، وسيأتي حتما هدف التأكيد والعبور والمرور. الأهلي الكبير، الأهلي القدير ولا قدير، يا ويلك يا ويلك ويا توليلك يا كليمر، سترجع للبرازيل وستحكي كل الحكاوي عن العملاق الكبير الأهلاوي. أهلي مصر كله سحر، ومازال مبروك علينا هذه البداية، ومازال الأهلي يتسلطن يتعملق في الملاعب اليابانية، وعدنا الفريق بطل إفريقيا هو بطل عالمي. ويا سلام كورة فضائية من فلافيو، أين هو كليمر؟ في مهب الرياح، في مهب الرياح كليمر البرازيلي الذي متواجد على يسار دفاع النادي الأهلي في جدار أول أمام الركنية. إن شاء الله تمر فترة الهيجان البرازيلية بكل السلام. كرة طويلة والهدف الثاني، الهدف الثاني مشاهدينا الكرام، لويس أدريانو بدون مراقبة دفاعية، حرام ولا حرام أن يأتي هذا إلى الميدان من غلطة في التمركز الدفاعي من جانب النادي الأهلي. ولويس أدريانو يرجع الأسبقية البرازيلية، شوف بدون أدنى مراقبة بوصول متأخر في التمركز والحراسة لعماد متعلي. تفضل يا باشمهندس. يعني ماتش كل ما تشوفه تتأسف انك انت يعني الفرصة راحت مننا، لان كنا متسيدين المباراة تماما. يعني بقول لك كان في سخ، بس كويس انه جاب كل اللقطات والوقت الطويل ده يذكر الناس بأداء النادي الاهلي وقدراته. وخلي بالك ان طارق السعيد هو محمد صديق لعبه في النادي الاهلي اقل من سنة ونص، 5 بطولات ووسام. والاوفر اللي عمله طارق السعيد ده اعتقد انه في تاريخه بيسجل بالاحرف، لانه هو اللي ادى الكره لفلافيو. عمل ماتش جميل جدا جدا. طيب دي كانت الاطلاله الاخباريه، ولكن الاهلي يبذل جهودا كبيره من اجل تصحيح المسار الكروي من بكره. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. غدا ان شاء الله الجمعه مباراه الاهلي وطنطا على طريق تصحيح المسار الكروي. الاهلي ماشي الموسم بشكل جيد جدا، نتائجه حتى وان كان فيها جدول مضغوط جدا كانت ماشيه بشكل كويس، لكن جاءت النتيجه الاخيره لمباراه الاهلي مع المقصه علشان تحدث هذه الهزه في الاداء والنتيجه. صحيح انه الفريق ما كانش موفق، صحيح انه الحظ تخلى عنه في أكتر من فرصة، لكن في النهاية خسر الأهلي المباراة، وبالتالي أصبح مطالبا مع في مباراته مع طنطا غدا الجمعة إن شاء الله بتصحيح هذا المسار الكروي واستعادة نغمة الانتصارات إن شاء الله. مباراة بكرة الجمعة الساعة 5 ضمن منافسات الأسبوع 13، وهتقام باستاد غزل المحلة. الأهلي حاليا قبل هذه المباراة عنده 25 نقطة من 10 مباريات، وصل للمركز الثاني ومازال له مباراتين مؤجلتين مع النصر ومع المقاولين، فوزوا بيهم ان شاء الله يصعد به لصداره المسابقه. طنطا عنده 12 نقطه وعنده عروض جيده الحقيقه في بعض المباريات، نتائجه ما بتعبرش عن شكل الاداء بتاعه، لكنه خالد عيد كان عامل معاه موسم جيد جدا لغايه لما قدم استقالته، تولى المسؤوليه الكابتن اسامه عرابي ومعاه الكابتن ياسر ريان، يعني جهاز فني اهلاوي بيواجه الاهلي بكره ان شاء الله. طنطا حاليا بال 12 نقطه بيحتل بيهم المركز الخامس، الاهلي فاز 8 مباريات وتعادل مباراه واحده وخسر مباراه واحده، بينما طنطا فاز في مباراتين وخسر 6 ماتشات وتعادل 4 ماتشات. لعب مبارياته كلها؟ مباريات الاسبوع ال 13 ايضا. النهارده امبارح طلائع الجيش
فاز على الرجاء 2-1، المصري تعادل مع الداخلية 1-1، وإنبي فاز على الإنتاج الحربي 2-0. المقصة اللي قال لك ده قاهر الكبار كسب الأهلي وكان كسب الزمالك النهاردة أو بيخسر من النصر الصاعد هذا الموسم للدوري أو العائد للدوري، بيخسر 4-1، هزيمة أستاذ إبراهيم غريبة. دعني أقول لك أن أنا كنت شاعر أن هيحصل ضروب كبير للمقاصة في هذه المباراة. وانت لو تلاحظ كل الفرق اللي بتلاعب تحديدا الاهلي والزمالك وخاصة النادي الاهلي بتيجي بعديها بماتش بالاداء بيهتز جدا وقد تتعثر. ليه؟ ليها اسباب من وجهة نظري. ان اولا بيبقى الشحن المعنوي زائد عن الحد. اللاعب عايز يعبر عن نفسه فوق الطاقة. فبيجهز نفسيا وبدنيا بكل الوسائل اللي تخليه يؤدي، وحط تحتيه 10 خطوط يؤدي باكتر من طاقته. طب استاذنك هنرجع للجزئيه دي يعني في مكالمه ولا ايه؟ لا لا انا هقول لك بس عشان استقبال حافل للاهلي في المنصوره واللقطات بتاعته، لكن انا هرجع معاك بمعلومات تفصيليه في جزئيه دي لقطات لوصول بعثه الاهلي الى المنصوره. بصوا جمهور الاهلي في الدلتا، جماهير الاهلي، الاهلي هيبات في المنصوره ويتحرك منها بكره ان شاء الله للمحله. فهذه الجماهير حول فندق الفريق في المنصوره. هتسمعوا الصوت. الجمهور عايز يشوف اللعيبه فبيهتف 1-2. اللعيبه فين؟ اللعيبه اللي انا قلت لكم عليهم اللي الكابتن حسام البدري خدهم اللي الجمهور بيسال عليهم، شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم ورمضان مصطفى. اللعيبه بدات تطلع لهم من البلكونه علشان يحيوهم، وباسم علي وايمن اشرف ومحمد نجيب وصبر رحيل واحمد فتحي وعمرو السليه وعبد الله السعيد واحمد الشيخ وازار وجونيور وهاني ومؤمن. كله بدا يطلع يحييهم، واحمد ريان وميدو جابر ووليد سليمان وباكا واحمد حمدي. دول ال 21 لاعب اللي موجودين في البلكونات بيحيوا الجمهور في فندق الاقامه بالمنصوره. الكابتن حسام البدري عمل محاضره 30 دقيقه للعيبه قبل التمرين وقبل السفر الى المنصوره علشان يشرح لهم فكرته عن فريق طنطا وعناصر القوة والخطورة في الفريق، وعلشان يحس اللاعبين على أهمية المباراة وإنه الفريق لازم يستعيد بسرعة انتصاراته وسعيه للصدارة بإذن الله. حسام عاشور بيتخلص من الإجهاد وبينتظم في المران الجماعي، ودخل مع الفريق في قائمة المباراة. كان حسام عاشور لو تفتكروا غاب عن الفترة اللي فاتت للإجهاد، وناس كتيرة قالت انه الهزه اللي حصلت في نص الملعب سببها غياب هذا الرجل عن دوره الدفاعي المهم جدا والمبكر. مباراه الاسماعيلي والزمالك انتهت بفوز الدراويش 1-0. كان حسام بيعاني من اجهاد عضلي غاب بسببه زي ما قلت لكم عن مباراه المقصه الاخيره. كابتن اسامه عرابي المدير الفني لطنطا بيطالب لاعيبته باستغلال انصاف الفرص وبيأكد لهم خدوا بالكم فرقه زي الاهلي مش هتجيلكم فرص كتيره، فارجوكم لو جات لكم ربع فرصه لازم نركز على استغلالها. وبيأكد لهم على قدرتهم على ان هم يصمدوا امام الاهلي. باشمهندس المقصه كسب الاهلي واذا به في المباراه التاليه يخسر 4-1 من الرجاء. وقبل ما تسهم او تسهب في شرح تصورك لهذه الظاهره، خلينا اقول لكم ممكن نعدد على فكره قد الحالات اللي انا هقولها لكم دي 10-15 مره وحقيقه، لدرجه انه البعض قال لك لا ده اي حد بيجي على الاهلي ما بيكسبش. هي الفكره مش كده خالص، الفكره
في التفسير العلمي اللي المهندس عدلي كان بدأ يدخل فيه، وأنا قطعته عشان نشوف اللقطات بتاعة المنصورة. لكن لما يكون الوداد اللي هزم الأهلي، الوداد المغربي اللي هزم الأهلي يوم 4 نوفمبر 1-0 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ده واخد بقى دوري أبطال أفريقيا، عشان أقول لكم الظاهرة ديت مش محلية بس. لما يكسب الأهلي ويرجع يحتفل ما يشوفش قدامه ثلاث ماتشات في الدوري المغربي بيخسر وبيتعادل مع فرق صغيرة في الثلاثة اللي ورا بعض، مع السريع وادي دزم 1-1، مع الجيش الملكي اللي ابتعد عن اسمه من زمان 0-0، ومع الراسنج 0-0. الفيصل الأردني لما كسب الأهلي في البطولة العربية في 2 أغسطس 2017، في المباراة التالية له 5 أغسطس خسر من الترجي. الأهلي مع المصري البورسعيدي يوم 13 يونيو 2016، الأهلي خسر 3-2. بعدها المصري مدقش طعم الفوز 3 مرات ورا بعض، وبعد عن المركز الثالث لصالح سموحة. تعادل مع الزمالك 2-2، تعادل مع الجيش 0-0، تعادل مع المحلة 2-2، وخسر حتى فرصة احتلال المركز الثالث من بعد ما كسب الأهلي. الرجاء بتاع مطروح الموسم اللي قبل اللي فات، أول موسم يدخله في الدوري، عمل مفاجأة مدوية لو تفتكروا، كسب الأهلي في أول مباراة له 2-1، كانت يوم 12 أكتوبر 2014. المباراة التالية للرجاء اللي خارج بقى منتشي وكسب البطل، خسر 4-1 من إنبي في المباراة التالية على طول، وفضلت نتائجه بفعل هذا الترنح تتدهور لغاية لما نزل درجة تانية. الأسيوطي برضو شمر عن ساعديه وتعادل مع الأهلي تعادل مؤثر جدا في مسيرة الأهلي وقتها في المسابقة، ومباراة كانت غريبة اللي لو تفتكروا عمرو جمال كان جاله رباط صليبي فيها من سوء أرضية الملعب. اتعادل الأسيوطي مع الأهلي 0-0 واحتفل بهذا التعادل، لكن بعديها هو راخر خسر من إنبي 4-1 ونزل درجة تانية. إذن المسألة تقدروا بقى تمشي مع هذا التتبع، مش بس المقصة اللي حصل للمقصة وكلها 4-1، يعني إنبي يخسر أو الرجاء يخسر 4-1، الأسيوطي يخسر 4-1، والمقصة يخسر 4-1. ايه بقى؟ وده بقول لك ايه اللي بيحصل. في تصوري بتستعد نفسيا باطلاق جميع الحوافز الممكنه. بيسمعوا كلام مش هيسمعوه طول السنه. بيتقال لهم يلا كل واحد بقى يعرض نفسه في سوق اللاعبين. بيتقال لهم حوافز وفلوس ومصالحات وتجنب الخلافات وشحن معنوي. بيتقال لهم اجهزوا بدنيا، ونحن نعلم ان التجهيز البدني في الوقت الحديث قد يؤدي بك انك انت تنشط لفترات ثم يحصل لك دروب جامد بعديها جدا. ذا الطالب اللي بيذاكر وعايز يركز ويسهر، فيبتدي يستعين بالمنبهات الكتير لدرجه انه ممكن يخش على الامتحان يحصل له حاجه. تقصد ايه؟ لا ما هو في لعيبه طبعا، وانت مش كل اللعيبه تحت سيطرتك. في لعيبه ممكن تاخد منشطات. طبعا واتقالت كتير. طب انت لما تكون انت عايز تتالق قوي، ولذلك تجد ان باستمرار لعيبه يقول لك ماتش العمر ضد الاهلي. السرعه، فرق السرعه بيجي منين؟ فرق القوه، الكور المشتركه بتيجي منين؟ ما انت ما بتشوفش الكلام ده طول السنه. ايوه. فلما يجي الماتش اللي بعديه يبقى يعني مش جهد اتهام بدني، يعني لا جهد بدني زائد ايوه ونفسي اسبابه الله اعلم، زائد مجهود مبذول يوم المباراه. يعني حتى لو ما بياخدش حاجه داخل كل وسعه، فوق طاقته. فالعضلات بتبقى مجهده جدا. زائد بقى بعد كل ده لو عمل نتيجه طيبه، النشوه والاسترخاء هيعيش بقى، وانك انت تعيش بتسلم على الشارع بتاعك وعلى البلد بتاعتك وعلى في محطه القطر والجرايد والقنوات والاستضافات والمداخلات، رؤساء انديه بتنزل تتصور في الملعب، وسماسرة ووكلاء وكله بيكلمه، تقعد 3-4 أيام تحتفل تفاجئ ان عندك ماتش. كل الحوافز دي
نزلت، اللياقه البدنيه نزلت، اللياقه النفسيه نزلت. في المقابل بقى المنافس اللي جاي لك، جاي لك مركز قوي هو الاخر، جاي لك بقى بيقول لك اللي غلب الاهلي ده نعمل ايه؟ انا عايز اعمل معاه نتيجه. بالظبط بالظبط. انت ما تشوف، انا شفت، فانت مسترخي وهو مركز. انا شفت معظم الشوط الاولاني بتاع المقص. لا، النصر متفوق وفي هجمه مرتده في الوقت اللي النصر بيضيع ثلاث اهداف ورا بعض بقله خبره بلعب فردي، تبص تلاقي ضربه جزاء اهدرها الشحات، حسين الشحات، وبعدين برضه سيطره للنصر يضيع فرصه جون، جون كده متعسر وبعدين ترتطم بين المدافعين والجون وجون سهل، وبعدين النصر يرجع يضغط. يعني في فارق مستوى، مش فرص عشوائيه، يضغط لحد ما يحرز التعادل. انا بعد كده ما اتفرجتش، فلما جيت هنا بسال قالوا 4-1 وكان النصر يقدر يجيب 7 و8 وان جت ضربه جزاء تانية للمقصه، الجون صد ضربتين جزاء. لا يحدث كثيرا هذا الامر. يعني برضو زي ما بقول لك التركيز بتاع اللعيبه مش ممكن يكون زي من 4 ايام فاتوا. بس فالظاهره دي هتشوفها كتير، وان كانت طبعا ما نقدرش في حاله الوداد والكلام ده يعني، انما برضو هم رجعوا يعني احتفلوا. يعني شوارب حتى بيفكرني بحاجه، حارس المرمى بتاع النصر السنه دي اتلعب عليه 5 ضربات جزاء صد 4. اما النهارده صدت 2، هو فعلا كان صدت، كان صدت 2 قبل كده. طبعا. يبقى مش صدفه. يعني عنده مهاره. طيب ده بالنسبه للدوري والخريطه بتاعته. بالنسبه لكاس مصر، بدات الخميس الماضي مباريات دور ال 16 للكاس، لعب حرس الحدود مع الزمالك وشفتوا فوز الزمالك على الحرس. يوم الجمعه الاسماعيلي بصعوبه فاز على اف سي مصر 1-0، والسموحه فاز على بتروجيت 2-1. دي مباراه الزمالك مع حرس الحدود. يوم السبت الانتاج الحربي كسب الجونه 1-0، ووادي دجلك اخرج المصري بالفوز عليه 1-0. النهارده او الاثنين الاسيوطي لعب مع الاتحاد السكندري وفاز 3-1. تتبقى مباراتان، الاهلي مع الداخليه والمقصه مع المقاولين. الاهلي هيلعب الداخليه والمقصه هيلعب المقاولين. وهنفكر حضراتكم برضو باهداف الاهلي في بني سويف، دي كانت مباراه دور ال 32. الاهلي الفايز من مباراته، الفايز من الاهلي مع الداخليه هيلاعب الاسيوطي، وسموحه هيلاعب وادي دجله، والفايز من المقصه والمقاولين هيلاعب الاسماعيلي، والانتاج الحربي هيلاعب الزمالك. دي مباريات دور الثمانيه لكاس مصر. بنفكركم بمباريات الاهلي او باهداف الاهلي في مباراته مع فريق بني سويف. يعني انت استعرضت لنا الرحله الافريقيه والدوري، وادي رحله الكاس ايضا. يمكن في كتير من الاتصالات الحقيقه، احنا الحلقه الماضيه ما تمكناش ان احنا ناخد حد من اتصالات حضراتكم، والناس بتلوم علينا، لكن برجاء اولا زي ما بناكد دايما الالتزام، مفيش ابدا اي خروج عن النص. على النص. عبر عن رايك بشكل محترم يليق باسم النادي الاهلي، ويليق باسم قناه الاهلي، ويليق بجمهور الاهلي المحترم. دي الارقام اللي موجوده على الشاشه، 3-8-3-5-6-5-5، وفي رقم موبايل 010-900-96-598، 010-900-96-598، والأرضي 3-8-3-5-6-5-5. بنستقبل اتصالات حضراتكم على الرقمين. المطلوب من الأهلي بكرة أمام طنطا يا باشمهندس.
الحذر لا لا طبعا لا المسائل ما يعني بص مؤكد شوف اقول لك بقى من الاخر الاهلي لم يحترم المنافس في مباراه المقص لم يحترم طبعا طبعا لان لما يبقى الاسترخاء الدفاعي في خط الوسط بالمنظر ده والناس تقدر تنفرد من عمق الفريق لا ده مش فريق خايف من اللي قدامه خالص ده فريق عايش نشوه انه الفريق الذي لم يهزم فشوف من خاف سلم ايوه ومش عيب ان انا خاف حتى من ان انا بلاعب منافس ما عندوش نفس امكاناتي بالعكس ده هو ده اللي هيجرحني لان المنافس اللي متكافئ معايا زي ما عنده كبرياء زي ما هيهاجمني ههاجمه هيهاجمني والدنيا مفتوحه تمام انما انا احمد من هنا اتفضل على طول كده الاستجابه اتفضل يا احمد ماشي يا احمد قطعتني يا احمد ماشي اتفضل اتفضل يا احمد احمد القناوي لا ده اتفضل ده خط دولي ولا ايه طب في بلاش احمد من هنا في احمد من الجيزه اتفضل يا احمد الله ايه الو الو اتفضل يا احمد هنا ولا جيزه يا احمد انا جيزه جيزه اتفضل اتفضل احمد ايه يا احمد اسمك الثنائي يا حبيبي احمد عبد الحميد اهلا وسهلا اتفضل اتفضل يا صاحبي اهلا بيك اتفضل انا عايز اقول حاجه بس اتفضل عايز اقول الف مبروك للكابتن بيبو مبروك ثم خلاص بس خلاص صار يبارك لك معانا عزت من طنطا اتفضل هي يا عزت الو هي عزت يا عزت وطي صوت التلفزيون والنبي عزت واي حد يتصل يوطي صوت التلفزيون اتفضل انت من طنطا يا عزت عزت ايوه اتفضل يا عزت ايوه انت من طنطا الو السلام عليكم سلام ورحمة اتفضل الله اتفضل اتفضل ايوه مركز قطور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا استاذنا ورحمة الله وبركاته ازيك يا باشمهندس اهلا بيك يا حبيبي اهلا اهلا يا استاذ اهلا بيك اتفضل انت عامل ايه يا حاج باشمهندس انا بخير اهو مستني منك تقول لي حاجة والله على القناة وكل سنة وانتم طيبين جميعا وانت طيب يا سيدي استاذ عزت احنا جايين لكم طنطا بكرة هتشجع مين بحييكم وحيي الكابتن بيبو الف مبروك ربنا يبارك لك بقول لك احنا جايين لكم بكره هتشجع مين يا حاج اؤمر هتشجع الاهلي ولا طنطا بكره الاهلي طبيعي طبيعي ربنا يوفق وتبقى مباراه طيبه الطنطاويه حبايبنا غربيه زحلتنا يعني ايوه بس الاهلي طب عادل من الالوبيه اتفضل يا استاذ عادل الو السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير يا استاذ ابراهيم اهلا بيك مساء الخير الله مساء الخير للبشمهندس عدلي اهلا وسهلا انا ببارك للكابتن محمود الخطيب وكل القايمه بتاعته تمام الله يخليك وانا مبسوط جدا بصراحه انا بشجع الاهلي حضرتك بقالي من 72 ربنا يديك الصح تعيش الله يخليك يا باشمهندس بقول لحضرتك ايه انا يعني انا معجب جدا بس في حاجات يعني ممكن كان يقدموها اكتر. واخد بالك حضرتك يعني في مذيعين معلش ما فيش رياكشن ليهم. في ايه؟ يعني رد الفعل بتاعهم مش موجود. واخد بالك حضرتك؟ انت بتتكلم على المباراه اللي فاتت؟ لا انا بتكلم على المذيعين بتوع الاهلي. اللي هم بيقدموا البرامج بحضرتك. واخد بالك يعني في ناس ما فيش رد فعل ليها. اهم حاجه اللي بيقدم البرنامج بيبقى ليه رد فعل. طيب ماشي. مفهومه ما بين السطور، يلا. مين تاني؟ نروح للصعيد بقى يا استاذ توفيق. نعم يا باشا. اتفضل يا استاذ توفيق. اتفضل يا استاذ ابراهيم بمسي على الباشمهندس عدلي الراجل الهلاوي الكبير وبمسي على الكابتن محمود الخطيب وقائمته. تمام يا استاذ توفيق بيمس عليك منين يا استاذ توفيق من جنة من جنة القلعه قفص ايوه كده القلعه قفص اتفضل من جنة القلعه قفص القلعه كفت ماشي ايوه اتفضل حافظ القنا تمام انا اهلاوي من الصغر يعني من اول عندي 6 سنين
ربنا يديك الصحة يا صوفي. الله يبارك فيك، الحمد لله جميع الكابتن صالح سليم وحسن حمدي بيه كله، وبمس الاهلي، والاهلي ده نادي هو القرن ما فيش غيره. وبعدين عاوز الكابتن حسام البدري والنبي يعني يخليني الفرقه كده حلوه والنبي يا شيخ، انا احب اموت في الاهلي يعني ان شاء الله. حافظت قنا كلها اهلاويه، ونفسي تشرفني يا كابتن ابراهيم وانتم الباشمهندس عدلي. ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك. شكرا يا استاذ سوفي. اتفضل يا استاذ. استاذ محمد من البحيره، يا محمد. محمد. خلاص نكمل يا محمد على ما التليفون يستعد ولا ايه رايك؟ طيب نرجع هنا تاني. محمد من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا محمد. يا باشمهندس. اتفضل يا حبيبي. احب ابارك للكابتن محمود الخطيب وعايز اسال الباشمهندس عدلي الكابتن عماد متعب فين يا باشمهندس؟ كابتن عماد متعب موجود. طب يا باشمهندس موجود، انا عايز اعرف ايه اللي اضافه، اللي اضافه بديل يعني ممكن. ايوه ليه؟ اتفضل يا حبيبي. هو ايه اللي اضافه بديله؟ النهارده المهاجم مش من انصاف، بس من ربع فرصه بيجيب هدف وبيخلق يعني، ومش الفرص كلها، حتى ربع الفرص مش جاه، ما جابهاش النهارده ازارو. ايه اللي اضافه ازارو؟ يعني حرام كابتن حسام يعني خلينا حبنا لعماد متعب ما يخليناش نتحمل على ازارو، ملوش ذنب. ازارو كل ماتش يا بيجيب لك ضربه جزاء يا بيجيب لك جون، وبيوصلك لجون اربع خمس مرات. لكن كونك كنا عايزين نتفرج على عماد متعب، ده حقك وحق عماد وحق الناس كلها عند الوقت المناسب، انما ان هنقعد بقى نظلم لعيب على حساب لعيب، ده مش صح. اتفضل. انا محب للنادي، انا ابن النادي ومحب للنادي. ما انت تحب النادي بقى، محدش يتكلم بالطريقه دي، محدش بيفرق بين ولاده بس. شكرا. حسين من الوادي الجديد. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله. بسرعه يا جماعه من فضلكم شويه. استاذ عبد القيعي حبايبي، اهلا بيك، اتفضل. انا بموت في الاهلي والنبي، ومبسوط كده انا لما شايفكم قدام كده، وبهنئكم وبهنئ الاستاذ عبد القيعي والاستاذ الحلو اللي قدامي الاستاذ ابراهيم المنيسي. اشكرك. الخطيب اللي انا بمشي عليه من عزبه اسمها عزبه عين الرخا، عزبه كيره. تمام. انا اكبر مشجع فيها يا استاذ ابراهيم والله. ربنا يديك الصحه يا استاذ حسين. من يوم ماتش 7-2 بتاع الاسباب بتاع مصطفى يونس. انا يعني بموت، وبس عاوز اقول حاجه للكابتن العظيم حسام البدري مدرب النادي العظيم، انه يلعب دائما يعني في الاول، هو راجل معلش غباره، يلعب لنا مهاجم حته كده عشان احنا تملي بنفرح بالاجوان، وربنا يفرحكم يا رب. شاكرين يا حبيبي، كتر خير. شكرا يا استاذ حسين. استاذ احمد من الاسماعيليه. استاذ احمد. اسماعيليه؟ عايزين نبارك له. السلام عليكم. وعليكم السلام. منين يا استاذ احمد؟ من الاسماعيليه؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله. بقول لك من الاسماعيليه حضرتك ولا منين؟ استاذ عدلي. منين يا استاذ احمد؟ الاسماعيليه. مبروك النهارده الماتش. اتفضل. الله يبارك فيك. ايه؟ احنا يا فندم عايزين دلوقتي نستفسر عن الكابتن عماد متعب، ونفسنا نشوفه في الملاعب. انت اهلاوي يا استاذ احمد؟ هو طبعا دي رؤيه فنيه للكابتن حسام البدري، بس احنا من حبنا في النادي الاهلي نفسنا من دايما من انتصار لانتصار. ماشي يا حبيبي ان شاء الله. بقول لك انت اهلاوي يا استاذ احمد؟ يلا ضروري يكون. السيد من المنوفيه، اتفضل يا السيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا سلام ورحمه الله. اهلا بيك يا السيد. اولا دي اول مره اتكلم مع قناه الاهلي، وكان طبعا نفسي من زمان قوي ان انا اشارك في قناه المحببه. وطبعا انا يوم الانتخابات بتاعي النادي الاهلي انا قعدت الساعه 4:30 صباحا لحد ما سمعت النتيجه من القضم وشرفه. وكانت سعادتي لا توصف، وسعاده اهل المنوفيه كلها بفوز الكابتن محمود الخطيب الاسطوره
الراجل المحترم اللي لا يختلف عليه. دي مبدئيا بالنسبه للكابتن محمود الخطيب. اللي شرف ليا قبل كل شيء ان انا اشجع النادي الاهلي المحترم اللي علمنا القيم، اللي علمنا المبادئ، اللي علمنا الاخلاق، اللي علمنا يعني ايه حب النادي، اللي علمنا يعني ايه الوفاء. علمنا يعني ايه الفانله الحمراء وروح الفانله الحمراء، وعلمنا حاجات كتيره بنحاول نعلمها لاولادنا. اهم حاجه دي بقى يعني انا عجبتني الجمله دي قوي، ثلاث استفسارات. علمنا حاجات كتيره بنحاول نعلمها لاولادنا. طبعا ده كلام جميل طبعا جدا. طبعا طبعا الانتماء يا فندم، ده الانتماء ده شيء مش موجود نادرا دلوقتي للاسف. بيحاول احنا بنحاول نغرزه في اولادنا من حبنا للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش موضوع كوره وبس او نادي اجتماعي، لا ده بيعلمنا حاجات كتيره جدا احنا بنحاول نعيشها في حياتنا. ربنا ثلاث حاجات يخليكوا ويوفقكوا انتوا واولادكم. الله يخليك يا فندم، شاكرين يا حبيبي. اتفضل، ليه ثلاث حاجات الراجل كان بيتكلم. في حاجات تانية لسه؟ لا خلاص يا جو. يا استاذ سيد ذنبك في رقبه شوارب. كان له ثلاث حاجات مهمه عايز يقولها والراجل كان بيتكلم بجد، فهو ضغط الجمهور. معلش يا استاذ سيد، اتمنى ان انت في مره تانية تبقى تعرض وجهه نظرك. وليد من كفر الشيخ. الو، اتفضل يا استاذ وليد. ازيك يا كابتن عدلي؟ اهلا وسهلا استاذ وليد. ازي حضرتك؟ الله يخليك ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ وليد، اتفضل. اولا نبارك لكابتن الخطيب، نقول له الف مبروك. الف مبروك. ثانيا نقول لقناه الاهلي عايزين بس نطور منها شويه، نشوف المباريات تتذاع على قناه الاهلي. هتشوفوا هتشوفوا خريطه جديده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حاجه ثانيه بقى، عايزين يعني المباريات الوديه في نعمل مباريات وديه اللي ما بيلعبش. تمام. يعني يعني كلامك حق، بس امتى؟ ما هو انت كل ثلاث ماتش، كل الثلاث ايام ماتش بتلعب، هتعمله وامتى؟ ما بيلعبش يعملوا مباريات وديه عشان نستفيد بيه. يا ابني ما هو انت بتلعب وتاني يوم بتعمل استشفاء وتالت يوم بتعمل تمرين جماعي ورابع يوم بتلعب. اول ما يكون في توقيت انا بضم صوتي لصوتك يعني. تمام، عشان الفريق بس يكون كله جاهز بس مش اكتر. ماشي يا حبيبي، ده تمام، كلام علمي ومظبوط. خلاص، شكرا جزيلا يا استاذ وليد. طيب هنطلع لفاصل، بعد منه هنشوف ليه الزعيم هو الاول في جوجل وفوربس، نتائج تشعر كل اهلاوي بالفخر بجد. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ويبقى الاهلي دائما هو الزعيم. الكلام ممكن يتقال من باب الاهلي شايف نفسه كده، او قناته شايفه حجم الاهلي وقيمته كده، او جمهوره ومحبيه اللي بيتصلوا وغير اللي بيتصلوا حاسين بنفس القيمه. لكن لما هذه القيمه وهذه المكانه يتم تسجيلها بشكل فعلي عمليا من خلال حجم الاهتمام العام بالنادي الاهلي ورموزه ونجومه وشؤونه واحداثه، يبقى هو ده المقياس العملي والعلمي في نفس الوقت. يبقى الناس اللي بتتكلم على حجم شعبيه النادي الاهلي تتاكد من كلام المكانه، كلام حقيقي. بص يا استاذ، المكانه اللي احنا كانت شغلانه. ايوه، احنا يعني هنقدر باستمرار نطور المنشآت ونجدد ونعمل ديكورات ونريح اعضائنا باستمرار. لكن المكانه دي لو رحت هنرجعها ازاي؟ ايوه، هي المكانه مش المكان. ايوه المكانه مش المكان. ايوه، والخبثاء من خصومنا ايوه حبوا ينخوروا في هذه المكانه ايوه الى ان شاء القدر ايوه. فهم لازم يفهموا لن فيه في النادي الاهلي هناك من يحميه، مش بس بعض الناس اللي موجوده وعايشه دلوقتي، ده وراه جيش دلوقتي اصبح فاهم يعني ايه هذه المكانه من الشباب والجماهير والاعضاء من ولاد. انا شفت اكبر عدد من الشباب في الجمعيه العموميه بتاعه الاهلي في الانتخابات. صحيح والله، كلهم اقول يا ابني انت ليك صوت، يقول لي اه بس انا عمري ما انتخبت. ولا كانوا يهتموا. ايوه، هم دول حماة الاهلي بقى. ايوه، هم دول حماة الاهلي. بس الاول بصرهم بالتاريخ اللي خليهم يتشعبطوا فيه. وعشان كده احنا جايبين فقره النهارده للشعبطه. محرك البحث الاكبر والاشهر جوجل
لما يقول انه كابتن محمود الخطيب وانتخابات الاهلي حظي بالاهتمام الاكبر والترتيب الاعلى في الفتره اللي فاتت. شوفوا بقى حجم الاهتمام. وانا بقول لكم لما يجي بين الشخصيات محمود الخطيب الاعلى اهتماما في محرك البحث جوجل. بعد مين؟ بعد منه الفريق احمد شفيق. طب ده معنى واحمد شفيق من خلال الصخب والجدل اللي اثاره صاحب عودته. عودته وتصريحاته وكل ما كانت مهتميه بالحقيقه يعني. وكل لكنه حتى ده مع هذا الصخب الشديد اللي اثاره ما تعداش حجم الاهتمام الشعبي بالكابتن محمود الخطيب. ظل الخطيب رقم واحد في محرك البحث جوجل. مين الناس اللي اهتمت بالبحث عنه؟ مين اللي اهتمت بمتابعه شؤونه؟ مين اللي ركزت في انها تتابع اخباره؟ متابعه اخباره بالظبط. فكان محمود الخطيب هو الاول. زي ما كان انتخابات النادي الاهلي هي الحدث الاعلى بين كل الاحداث على مدار السنه. يعني ايه اهم حدث الناس كلها تتابعه على مستوى العالم؟ قرعه كاس العالم. خدوا بالكم دي مش بتاعه اليومين دول، ده انت بتتكلم في 2017. فتيجي في خلال 2017 حدث انتخابات النادي الاهلي كحدث شعبي كبير مهم يجي في المرتبه الثانيه بعد قرعه كاس العالم اللي العالم كله بيتابعها وكل الناس مترقباها. فيجي خلي بالك انتخابات كبير من العالم كان بيتابع هذه الانتخابات. صحيح طبعا. هو يعني هو انت بتتكلم على محرك بحث حول العالم. وتيجي جنازه الفنانه شاديه برضو كفنانه كبيره جدا فقدانها بالتاكيد اثر عند كل الناس تيجي في المرتبه الثالثه. بس دي بصوا حجم الاهتمام الشعبي لحدث يمثل انتخابات النادي الاهلي. عشان كده لما كنا بنتكلم على انه انتخابات بهذه القيمه وهذا التاثير وهذه الاهميه كانت تستحق تاثير تسهيلات اكتر. ما ينفعش ان حد يتعامل معاه باستخفاف خالص. ما كانش ابدا ينفع التحجيم والقيود اللي فرضت عليها والصعوبات والاعاقات المتعمده اللي احاطتها. لا ده حدث شعبي. اديكم شايفين انه محرك بحث ازاي وضعها في حجم الاهتمام الشعبي الكبير. ده النادي الاهلي ودي مكانه رموزه وده حجم شعبيته. عشان اللي بيتكلم على انه حقوق رعايه النادي الاهلي تبقى كام وكانت كام يبقى عارف الناس بتتكلم على ايه. مفيش لا قالوا الاهرام كان بيجامل الاهلي طلع انه عقد صله زاد كتير على اللي كانت الاهرام بتديه للنادي الاهلي. فقالوا لا ده الاهلي كان بيجامل الاهرام. طب وماذا عن العقد الجديد؟ وماذا عن العقود اللي جايه؟ وهكذا. الناس عايزه تقول اي حاجه غير الحقيقه اللي هي شعبيه النادي الاهلي بيعه قوي. بص حجم وقيمه النادي الاهلي في السوق هي الاعلى. السوق يا استاذ ابراهيم وخصوصا في مجال التسويق والاعلان والاعلام بير هيد. صحيح بيحسبوها بالراس. كام واحد بيتابع الشيء الفلاني؟ ايوه بيتصنف بعدد المهتمين بيه. فلما فوربس تطلع لك هذه الاحصائيات يبقى منطقي ان الاهلي هو الاعلى قيمه تسويقيا واعلاميا وتلفزه وكل حاجه. طيب فوربس بقى موقع فوربس يطلع الاهلي اقوى، هو الاقوى بين 25 نادي عربي. يعملوا قائمه خلال 2017 بمناسبه انه 2017 كان عام الكره العربيه، ويكفي انه لاول مره في التاريخ خلال هذا العام تتأهل خمس منتخبات أربع منتخبات عربية لكأس العالم، السعودية ومصر وتونس والمغرب. فيبدأ الاهتمام بتصنيف الأندية العربية فيعملوا قائمتين في العالم العربي، أقوى 25 نادي خلال 2017 وأقوى 10 لاعبين عرب لكرة القدم في 2017. فيجي النادي الأهلي في المرتبة الأولى، يعد تاريخيا زي ما قال عنه فوربس من أنجح الأندية في العالم العربي، كما فاز ببطولات محلية ودولية، هو الأكثر من أي فريق آخر في القائمة
بالإضافة إلى تصدره في موسم 2016-2017 بطولتي الدوري والكاس في مصر، وصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. تونس ومصر والسعودية بتمتاز بأقوى ثلاث بطولات دوري، يعني حتى الدوري المصري اللي الناس بتشكك فيه شوفوا ترتيبه خارجيا بيجي إزاي، إنه يعد مع الدوري التونسي والدوري السعودي. الخمس فرق الأولانيين مين يا أستاذ موجودة عندك؟ هقول لك. محمد صلاح من مصر احتل المركز الأول طبعا بالنسبة للنادي الأهلي. الأهلي الهلال السعودي جاء في المركز الثاني كأقوى الأندية العربية، ثم الترجي التونسي، ثم النجم الساحلي، والأهلي أهلي جدة السعودي، والزمالك السادس، والأفريقي التونسي السابع، والوداد البيضاوي المغربي الثامن، والهلال السوداني التاسع، والمريخ السوداني العاشر. دول العشر أندية، أولهم الأهلي وآخرهم المريخ السوداني. من مصر دخل في القائمة مصر المقاصة الـ 22 والمصر البورسعيدي في الترتيب الـ 24. مين أحسن لعيبة بقى؟ محمد صلاح أفضل لاعب عربي في 2017 اختارته مجلة فوربس. الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في ليفربول والأرسنال على الترتيب، تصدر قائمة أفضل 10 لاعبين عرب. محمد صلاح اللي سجل 18 هدف مع ليفربول بجميع المسابقات سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا حتى الآن، هو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب آخر في ليفربول، وجاء في صدارة قائمة أفضل اللاعبين العرب لعام 2017، بينما جاء محمد النني في المركز الرابع. المجلة قالت أن محمد صلاح هو اللاعب العربي الأفضل في 2017 على مستوى العالم، على مستوى العالم، ويا رب فالوا عليه الكمال. يعني صلاح لسه واخد جائزة البي بي سي، وبينتظر بإذن الله تعالى 4 يناير الجائزة الأهم، الحذاء الذهبي كأحسن لاعب في أفريقيا من خلال جائزة الاتحاد الأفريقي، فإن هو يتم اختياره كمان كأفضل اللاعبين العرب. وأفضل اللاعبين العرب فيها ميزة نوعية شوية، إنك بتكلم على آسيا وأفريقيا، فبالتالي أيوه. لما أيوه. يعني دي بتبقى قيمة مضافة قارتين بالظبط، فبتبقى قيمة مضافة. احتل الثنائي الجزائري ياسين إبراهيمي وفوزي غلام المحترف في بورتو البرتغالي ونابولي الإيطالي المركزين الثاني والثالث، والمغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي جه في المركز الخامس. ده بحسب اختيارات فوربس والطريقة اللي احتسبت بيها نقاط، ازاي قدرت تعمل منهجية ثابتة لتصنيف الأندية من خلال نقاط اديتها لعدد مرات الفوز وعدد مرات التعادل، وادت نقاط لمستوى المسابقة المحلية. في تليفونات جت يا استاذ ابراهيم، عايز تليفونات؟ هو جه حد على التليفون. طيب اتفضل استاذ احمد من القاهرة. ايوه مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، مساء الخير. مساء النور يا فندم. بحييكم الاستاذ المحترم الكيس الصحفي الفاخر. اتفضل يا فندم. ورمز الوفاء والولاء والثقافه والعلم باشمهندس عادل الكايه طبعا. الله يخلي حضرتك، اهلا يا فندم. اولا انا بهني الخطيب بيكوا انتوا مش بالرئاسه. يا لا 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 ده كتير. تهني الاهلي كله بمجلس ادارته المحترم الرائع بهذا. طبعا البركه فيكم ولازم يستعين بيكم، وده الوضع الطبيعي. اشكرك يا فندم. الحاجه الثانيه عايز اقول لحسام البدري حرام عليك اللي بتعمله في متعب. الحاجه الثالثه، لا معلش يا فندم، الناس كلها بدات تدعي عليه دلوقتي. لا لا، ما هو انا يعني معلش بقى، بدل ما ابتديتها بحرام عليك يا احمد بيه. احنا ما استاذ احمد يعني اقول لحضرتك على حاجه، مفيش حد بيدعي على حد في النادي الاهلي ابدا ابدا. طيب انا هنتكلم، صلي على النبي، صلي على النبي بس. والله مصلي عليك يا نبي، يعني عشان في مكالمات كتير يعني. اتفضل اتفضل، مش هطول عليك بقى. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اولا ربنا بيقول في القران بسم الله الرحمن الرحيم، فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا. ابعد عن اللي مش فاكر ربنا وما يخافش منه. ما انت ما تخشش في قلوب الناس بقى. الحاجه الثانيه معلش برضه القران بيقول
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ده كلام. ايوه ده كله ملوش مجال في اللي حضرتك بتتكلم فيها يا استاذ احمد. الحاجه الاخيره اللي اتكلم فيها عايز اقول للسياده الوزير ولسياده الكابتن هنا مريده، دلوقتي المنتخب دخل في مرحله صعبه، المفروض يتولى المنتخب ده حد له خبره له تاريخ له انجازات، مش اسامه نبيه. الف شكرا. شكرا استاذ احمد. استاذ علي من سوهاج. السلام عليكم، معاك علي احمد السيد من سوهاج، اولاد علي فرج احمد. استاذ علي احمد اتفضل. مساء على الاستاذ ابراهيم المنيسي والبشمهندس عادل القيعي وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا استاذ علي اتفضل. انا مش عايز الناس اللي تنقد كتير على ازهرو، ازهرو هو اللي بيخلق الفرص لنفسه وسنه صغير. صح. يعني لسه جاي منه كتير. صح. لان بسم الله ما شاء الله، شوف الفرص بتجيله ازاي. بتبقى ميته الكوره. الصعيده وعينه اهو يا استاذ علي، الصعيده وعينه اهو كويس. بيجيب ضربات جزاء، بيخلق فرصه لزميله. بيصنع احلى كور، يعني اعتبره بديل لعبد الله السعيد لما مضى الخطوره. طبعا مش عايزه مناقشه. فكرة على طول مكانه اجاي او مؤمن زكريا بيخلق الفرصه مكانه، ان هو بيسيب مكان مساحه لزمايله وهو اللي بيضغط وسريع بسم الله ما شاء الله. يعني عندنا لاعب بسم الله ما شاء الله واحد لسه سنه صغير، فمش عايزين نضغط عليه. تمام. يعني لا. عايزين كده. وبمس عليكم استاذ فرج كمال كبير مشجعنا للاهلي من اولاد علي فرج الله. اهلا بيكم كلكم. زين عبد العال اولاد عمي دول. اهلا بيكم. وعليكم كلكم. اهلا بيكم كلكم. دي ثلاث مكالمات في مكالمه كويسه. أيوه. دي. معانا من البحيره مين؟ استاذ عصام. اتفضل يا استاذ عصام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. اتفضل. يا استاذ ابراهيم. اتفضل يا استاذ عصام انت على الهواء اتفضل. ازي حضرتك؟ الله يخليك. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك اتفضل. طب امسي على المهندس عدلي. طب اسمع من التليفون والنبي يا استاذ عصام، انت واي حد يتصل وطي التلفزيون واتكلم من التليفون على طول. جيت ووطي التلفزيون وقفل التليفون. السيد من كفر الشيخ. استاذ سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد رشدي مع حضرتك كفر الشيخ. السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا استاذ سيد. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. الله يخليك. بقول لحضرتك والله كنا عايزين بس نطور من القناه ويكون فيها برامج، ويعني لان بصراحه القناه ما فيهاش تطوير يعني. لا ما هو معمول حساب ان في السنه الجديده لازم يبقى في خريطه برمجيه باذن الله جديده. طب بذات مباشر كنا بنشوفها اول ما القناه طلعت للنور كده، كنا بنشوف مباريات مباشره عليها، ما عادش الكلام. هتلاقي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. متشكرين يعني. بخصوص الفريق الاول اللي عايزين بس نشوف ان ضخ الاستضافات اللي احنا جبناها السنه اللي فاتت ما فيش خالص، يعني حتى يعني اسلام محارب ما شفناهوش، يعني احمد الشيخ مديله، يعني حتى بقى في استشفاء لاجاي كل ماتش بيلعب بنريحه، لان ثلاث اربع ماتشات الاخرى شايفين ان هو مجهد شويه. تمام. وهي دي رؤيه فنيه بحته ما نقدرش نتدخل فيها، بس شوف يعني هي دي اللي انت بتقوله بقى يا استاذ سيد. يا جماعه دي رؤيه فنيه للمدير الفني، الكابتن حسام البدري هو الادرى وهو الاحرص وهو اللي اكتر حد يهمه الفريق يكسب ويحقق هدفه. احنا الناس بتتكلم على اللعيبه بناء على الصوره اللي انت عارفها، لكن المدرب شايف اللعيب في التمرين قدامه كل يوم. يعني فعلا يعني الناس اللي بتحكم، اللي بيحكم من هنا واللي بيحكم من طنطا واللي بيحكم من مطروح ما يعرفش حاجه عن حاله اللعيب دلوقتي عامله ازاي. في ناس بتبقى مصابه وفي ناس مش جاهزه وفي ناس بدنيا مش مناسب ليها دلوقتي، والمنافس وطريقه وفي طريقه المنافس وفي ظروف الماتش. يعني ماشي هي يعني رغبه قالها ده قرار المدير الفني، ما هو عمره ما هيكون قرار. انا بامن على كلام حضرتك يا استاذ ابراهيم. تمام يا سيد. تمام. انا بامن على كلام حضرتك. يعني هو حتى بخصوص صالح جمعه، انا كل الناس كلها كانت متعاطفه مع صالح جمعه اول ما جه، بس واضح كابتن حسام البدري كانت رؤيته هي اللي صح. حسام البدري لاعب فعلا مستهتر، يعني هو بيخسر كتير، يعني هو رصيده بينزل. طيب اذا انت قلت رايك ويحترم. شاكرين. استاذ سالم من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا تصدق من الاول؟ اتفضل. بامن بالله. لا اله الا الله. اتفضل. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا برن على حضرتك وعمال اقول يا رب يرد يا رب يرد.
وبحمد ربنا كتير جدا ان انتم رديتوا عليا. اتفضل يا استاذ. انا اول مره اتكلم في برنامج. اتفضل. الراجل اللي كان بيتكلم قبليه ده الراجل ده بيفهم كوره من الاخر. وانتوا والله بجد وانتوا ناس محترمين. انتوا بجد الواحد بيشوف فيكم النادي الاهلي. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا اسعد واحد في الدنيا ان انا اتكلمت في قناه النادي الاهلي. وببارك لنفسي وللاهلاويه بنجاح الكابتن محمود الخطيب، وبشكر جدا جدا المهندس محمود طاهر، وبجد الكابتن محمود الكابتن حسام البدري ليه عذره يا جماعه، ليه عذره، عنده لعيبه كتيره حلوه. وعندنا ياسر الايام ده، احمد ياسر الايام ده بصراحه ربنا يا كابتن عدلي ربنا يسهل. بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا الكابتن حسام البدري احنا معاه قلبا وقالبا، ماشي، مفيش جدال في كده. بس بجد بتاع خط الهجوم ده يلزم تطوير، لان احنا عندنا مهاجمين من الدرجه الاولى. لو بصيت حضرتك في الدوري المصري هتلاقي تقريبا نسبه 70 80% من لعيبه الاهلي هي اللي معايا شد، هي اللي مخليها الدوري المصري له طعم. اقسم بالله هي اللي مخليها الدوري المصري له طعم. وانا مش زعلان جدا ان الاهلي خسر الماتش اللي فات دوت. اعذرني ان انا بتكلم بسرعه يا باشمهندس عدلي. كلنا زعلانين بس هنعمل ايه، هكذا الكره. شاكرين يا حبيبي. الاهلي ده قد ايه؟ ربنا يخليك. شكرا جزيلا. محمد من المنوفيه. استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس حضرتك بس نمسي عليك انت المهندس عادل القيعي. اهلا بيك. ونسالكم بس اخبار صالح جمعه. صالح جمعه مطرود الماتش اللي فات، فبالتالي بره مباراه بكره. يلا في ايه تاني يا استاذ محمد؟ يلا احمد من اسيوط. يا استاذ احمد مساء الخير. اهلا بيك. مساء الخير، اتفضل. انا ملاحظ اسيوط تليفونها سالك على طول، اول مره حد من اسيوط. طيب ماشي، اتفضل. احمد معاك من اسيوط. اهلا بيك يا استاذ احمد، اتفضل. انا هتكلم في ثلاث نقاط كده سريعا بعيدا عن الاختيارات الفنيه خالص. مع حضرتك. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا احمد. اولا حضراتكم مش باصين على الصعيد خالص، النادي الاهلي ناسي الصعيد خالص، وعنده في لعيبه هنا كتير جدا ممكن الاهلي يستفيد بيها لو حط بس اي حد من مندوب النادي الاهلي في الصعيد. يا عم ده احنا عندنا اكاديميات في اكتر من محافظه. عندك اكاديميات في معظم الصعيد، في اسيوط وفي اسوان وفي سوهاج. كده مش شغاله يا كابتن، انت عارفين ان هي شغاله ازاي الاكاديميات. لا شغاله. شغاله ازاي يعني؟ شغاله بس هي المفترض في اختبارات بتتعمل فيها. صح يا فندم. عموما طيب. في الاكاديميات عندنا في اسيوط. طيب اذا كان عندك حاجه في اسيوط، ابراهيم بيه معاك من اسيوط وبقول له عليها. ماشي يا كابتن. ماشي يا حاجة الجماهير. يا ريت تهتموا بينا يا فندم. انا جيت الماتش بتاع النجم الساحلي، خدت من اسيوط لحد القاهرة ومن القاهرة لبرج العرب عشان اسمع ماتش، عشان اتفرج على ماتش النادي الاهلي. عايزنا نهتم نعمل ايه طيب؟ نحاول نرجع النادي الاهلي للقاهرة تاني عشان يبقى المشوار سهل علينا. والله يعني كلنا بنسعى لهذا باذن الله. يا رب نرجع الاستاد والدنيا تتحل باذن الله. ان شاء الله. النقطه الثالثه بتاعت ماتش اتلتيكو، ما ينفعش يبقى اسم النادي الاهلي واجيب 8 لعيبه من بره عشان يلعبوا باسم النادي الاهلي. كنا غيرنا اسم المباراه سميناها باسم اي حاجه ثانيه، لكن ما ينفعش اجيب اسم مباراه باسم النادي الاهلي ولاعب لعيبه مش موجوده في النادي الاهلي. انا بلعب مش النادي الاهلي المباراه بس. والنبي عشان يا جماعه يعني انا بحترم كل الراي صحيح، بس ساعات كده احنا نقعد المباراه دي مهداة ها من شخصية عظيمة في السعودية مسؤولة عن الرياضة ها، عشان تلعب مباراة تحت عنوان عالمي للسلام ضد الإرهاب. إذن يجب أن يمثل فيها الأربع دول الراعية لهذا المبدأ. احنا ما نقولش ثانيًا النادي الأهلي قبل لجلال الهدف وأهمية المباراة أن يلعب يوم 29 مع بتروجيت ويلعب 30 مباراة. يعني انتم متصورين؟ يعني خلينا نتكلم بس، سيبوا الامور دي لاصحاب الشأن، مؤكد هم احرص الناس على ان كل شيء يطلع باحسن صورة. اتفضل. شكرا. عندك حاجة تاني ولا ايه؟ بتاع
اسيوط ده صح. شكرا يا استاذ احمد. طيب احنا شفنا بقى في جوجل وفوربس ازاي الاهلي الاول وازاي الكابتن محمود الخطيب الشخصيه الابرز والاكثر اهتماما ومتابعه، وازاي انتخابات الاهلي الحدث الشعبي الاكثر اقبالا واهتماما به. بس كل ده لا جديد، الاهلي في مكانه، ده اللي قاله الاتحاد الافريقي، وده التصنيف اللي اعلن من قبل الاتحاد الافريقي مع قرب نهايه العام. لا جديد، الاهلي في مكانه. ولو تفتكروا الجمله الطريفه اللطيفه اللي قالها الكابتن صالح سليم الله يرحمه وهو بيستلم وسام نادي القرن العشرين في افريقيا، لما قال ان انا اتمنى ان احنا نيجي في القرن الجديد واحنا بنحتفل بالاهلي نادي القرن. اطمئن يا كابتن صالح، وليطمئن كل الاهلاويه ومحب النادي، لازال الاهلي في القرن الجديد حتى الان، وبعد مرور 17 سنه من هذا القرن لا يزال الاهلي في صداره كل انديه القاره. الاهلي ما زال نادي القرن حتى الان. مع نهايه مشاركات الانديه الافريقيه في كل المسابقات القاريه، الجدول الكامل لترتيب الانديه الافريقيه، احنا بطوله كاس العالم للانديه لما بتنتهي بيتم منح نقاط للانديه المشاركه الممثله لقاراتها. بالنسبه للمشاركه الافريقيه وقفت مع الوداد البيضاوي عند مغادره البطوله بهزيمتين، مع تعديلات الكاف في مسابقات الانديه وبدء دوري المجموعات من دور ال 16 قام الاتحاد الافريقي بتعديل في نقاط التصنيف على الوجه التالي. بالنسبه لدوري الابطال بقى البطل بياخد 5 نقاط، الوصيف بياخد 4 نقاط، الخاسر في نصف النهائي بياخد 3 نقاط، والخاسر في دور الثمانية بياخد 2 نقطة، واللي بيخرج من دوري المجموعات اللي اتقدم بقى في دور ال 16 بياخد 1 نقطة. ده بالنسبة لدوري الأبطال، عشان ما يتقلناش اشمعنى دوري الأبطال، لا يا سيدي، الكونفدرالية البطل بتاعها بقى بياخد 4 نقط، واللي بيخسر أو الوصيف بتاعه بياخد 3 نقط، واللي بيخسر في نصف النهائي بياخد 2 نقطة، واللي بيخرج من دور الثمانية بياخد 1 نقطة. بالنسبة لكأس السوبر البطل بياخد 1 نقطة لا غير. كأس العالم للأندية عبور كل جولة ب2 نقطة، ده لممثل أفريقيا. فيما يلي قائمة بقى ال20 نادي في أفريقيا طبقا لهذا التصنيف التاريخي منذ بطولات الأندية، يعني بالتصنيف التراكمي أو بالنقاط المتراكمة دورة بعد دورة وسنة بعد سنة، هنلاقي الجدول المتراكم. الأهلي بطل مصر لا يزال يغرد في الصدارة، عنده 105 نقطة. مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني عنده 67 نقطة. النجم الساحل التونسي عنده 64 نقطة في المركز الثالث، بيتساوى معاه الترجي الرياضي التونسي وعنده 63 نقطة. لا، الترجي 63 والنجم 64. الزمالك في المركز الخامس عنده 59 نقطة، يعني خلينا اهو الاهلي عنده 105، الزمالك عنده 59، يقترب من الضعف. اسك في التراكمي، في التراكمي لا شوف بقى في الترتيب بتاع القرن ده. طب خلينا اكمل لك العشرة الكبار في هذا التصنيف التراكمي. أسك الإفواري في المركز السادس عنده 45 نقطة، أشانتي كوتوكو عنده 44 نقطة في السابع، الثامن شبيبة القبائل الجزائر عنده 39 نقطة، كانن ياوندي الكاميروني في التاسع عنده 36 نقطة، الوداد البيضاوي حامل لقب دوري الأبطال هذا العام في المركز العاشر ب 35 نقطة. طبعًا بعديهم بيجي الهلال والصفاقسي وهارتس أوف أوك ده الرجاء هو العاشر. إنما الوداد البيضاوي البطل في المركز ال 16 عنده 30 نقطة الرجاء هو العاشر ب 35، بينما الوداد بطل دوري الأبطال في النسخة الأخيرة في المركز ال 16 ب 30 نقطة. يسبقه الإسماعيلي. إزاي بقى؟ لا، أنا الإسماعيلي يأتي في المركز ال 15 وبعد منه فيتا كنشاسا وإنيمبا وفاق سطيف الجزائري وهافيا كوناكري الغيني. دي قائمة فيها 17 نادي وفقا لهذا التصنيف التراكمي. طيب هذا القرن بقى لوحده، قائمة الأندية العشرين طبقا لتصنيف القرن الجديد بقى، يعني خلاص دي اللي مهمة بقى، نقفل دفتر التراكمي ونبدأ من جديد، لأنه ممكن يتقال كده
خلاص احنا اولاد النهارده مش هننضيف على التصنيف التراكمي وما لناش دعوه بالحسبه اللي تطلع الاهلي الاول. خلينا اولاد النهارده وخلونا اولاد هذا القرن فقط الحادي والعشرين، وسيبنا من العشرين اللي الاهلي كان نادي القرن فيه. طب في الواحد وعشرين اللي كابتن صالح سليم عليه رحمه الله تمنى انه يجي يحتفل بالاهلي في القرن الجديد وهو نادي القرن، هذه الاحصائيه الان فيها 18 نادي. الاهلي في التصنيف الاول او في المركز الاول ب 65 نقطه. الاهلي الاول 65، مازيمبي الكونغولي ايضا في المركز الثاني ب 47 نقطه، النجم الساحلي التونسي 45 نقطه، يليه الترجي ايضا 45 نقطه، ثم الصفاقسي. ترجي 36. ترجي 36 ثم الصفاقسي 24 نقطة. انيمبا النيجيري عنده 24 نقطة أيضا، ثم الزمالك المصري عنده 22 نقطة يحتل بها المركز السابع. يعني حتى في ديت أنت هتلاقي تقريبا الأهلي ثلاث أضعاف الزمالك. الأهلي 65، الزمالك 22. لا استنى استنى استنى. استنى بقى. جاء انا الان اقاله نيبوشه حل مجلس اداره الزمالك، حل الجهاز الفني، الجهاز الفني تبلغنا عشان كده انا قلت استنى، انا صدمت. وتكليف الكابتن فاروق جعفر، تبلغنا عادل من فضلك في الاير بيس، تكليف الكابتن فاروق جعفر بالتشكيل الجهاز الجديد. يبقى نيبوشه اقاله وجهازه وجهازه، ما هو طبعا اذا كان وتكليف اسماعيل كابتن فاروق جعفر بتشكيل جهاز جديد، فاروق جعفر بتشكيل جهاز جديد. ده قرار من مجلس الاداره اليوم، يعني مجلس الاداره اجتمع النهارده بعد الخساره من الاسماعيلي. نعم بعد الخساره من الاسماعيلي. اصبر بس علي والنبي يا جماعه، ما تتكلموش مع بعض. اجتمع مجلس الاداره ولا لم يجتمع؟ طب ازاي صدر القرار؟ يعني المستشار مرتضى اللي اعلن، خدوا الكلام من مصدره، الكلام ده حساس. مين اللي اعلن؟ اذا اعلن المستشار مرتضى منصور اقاله نيبوشه وتشكيل جهاز برئاسه وتكليف الكابتن فاروق جعفر بتشكيل جهاز جديد. يعني ممكن يكون يختار هو يا مدرب اجنبي يا مدرب مصري. ده بعد الخساره من الاسماعيلي، ده هدف المباراه. ده منفرد من النص، ده برضه اللعيب اسمه ايه ده؟ كالدرون ده ولا كالدرون؟ واطرد كالدرون، اطرد في نهايه المباراه. ده كالدرون؟ اه ده حاجه مبدعه كالدرون ده. كالدرون ماشي، اطرد للانذار الثاني. ما هو قال على الفانيلا اللي خد انذار. هي الجون ده اللي طرده. فكنا وصلنا للزمالك في قائمه أفضل 20 نادي في أفريقيا في التصنيف الجديد. الزمالك في المركز السابع عنده 22 نقطة، الأهلي في المركز الأول عنده 65 نقطة. على فكرة المهندس مصطفى فهمي الراجل ما هوش موجود، وعمرو فهمي لسه ماسك السكرتير العام للاتحاد الأفريقي. أيوة سجله من دلوقتي الأسبوع اللي فات. يعني الكلام ده والقواعد كله والقواعد معروفة، الكلام ده كله كان ما بين إدارة الاتحاد الأفريقي، إدارة مغربية ومن قبلها تونسية، وبالتالي حتى في ظل هذه الإدارة الأهلي الأول 65 نقطة وتقريبا بثلاث أضعاف شقيقه الزمالك. الزمالك في المركز السابع عنده 22 نقطة. الهلال السوداني الثامن عنده 21 نقطة، والوداد البيضاوي المغربي التاسع عنده 20 نقطة، القطن الكاميروني عنده 19 نقطة في المركز العاشر، يأتي بعد منه أسك ثم الرجاء ثم وفاق سطيف ثم شبيبة القبائل ثم سان داونز والمريخ والأفريقي وأورلاندو بيراتس وأشانتي كوتوكو والإسماعيلي في المركز ال 18 ب 10 نقاط. ده التصنيف الحالي. عمار يا أهلي. وهكذا الأهلي. اديكوا شفتوا، تروح فوربس، تروح جوجل، تروح للاتحاد الافريقي، سجل تروح يا تاريخ. الاتحاد العربي، يبقى الاهلي سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، ولكم كل الفخر والزهو بالاهلي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف
عظيم مصر وحكايته مع الأهلي إيه. أهلا بحضراتكم من جديد. هقول لكم كواليس الفاصل اللي فات. أنا متمسك بعظيم مصر وحكايته مع الأهلي، والمهندس عدلي القيعي متمسك بالمسؤولية. طبعا ما ينفعش، ده أنا الأول كنت بقاوح معاه وبحاول، دلوقتي الراجل ده متحدث رسمي، فبالتالي ما حدش خلي ينفع. بالك خلي بالك. أيوه مستشار اعلان وسياده المستشار ده سياده المستشار. لا لا لا، يعني هو الفكره بالتالي في كل الاحوال طبعا رؤيته نافذه ورايه نافذ. انت بتقولي بقى المسؤوليه بين الاحتراف والترف. اقول لك انا ايه بقى، على مدى الايام الثلاثه الماضيه ثار جدلا بمناسبه جدل صلح حراره ايوه سيبويه جدل لما طلعت كمتحدث رسمي عقب يعني مكالمه من برنامج الكابتن مدحت شلبي عشان اتكلم على ظروف مباراه اتلتيكو مدريد وتحدث عن المباراة وظروفها وبتاع، والراجل تفاهم الموضوع وكلمنا ازاي نسوقها ونروج لها لأهمية الحدث. وبعدين أغلقت التليفون وانتهت المكالمة ليبدأ موجة عالية جدا بسبب ان الكابتن مدحت بدأ يتكلم على الصفقات اللي ما بتلعبش في النادي الأهلي، وانتهت بنصيحة للكابتن حسين الشحات الذي جاءه عرض من احد من نادي النصر السعودي ولكنه يفضل اللعب للنادي الاهلي ومتمسك، وهو موقف متكرر لهذا اللاعب. اللاعب ده طبعا يتصدر قائمه الهدافين، اللاعب ده متالق السنه دي، بيلعب في اكتر من مركز، وبمجرد ما استشعر الكابتن مدحت انه هو هيجي وجه اليه هذه النصيحه. تاني يوم الناس زعلانه جدا منه ومني بعضهم، منك يعني منك انت؟ بعض اللي بياخدوا عليه قال لي انت ما تتكلمش معاه، ما تظهرش معاه ما تتكلمش، مش ما تتكلمش معاه على المستوى الشخصي، ما تعملش مداخله معاه، يعني انت دي ده هو واخد موقف متبني موقف ضد الاهلي وانت فانا حابب اقول لكل الناس تنبهوا الى ان المسؤوليه احتراف وليس طرف بالته، يعني عندما تكون مسؤولا انت لا تنتقي، يعني انك انت تقوم بواجبك ولا ما تقومش، انت متحدث اعلامي عن مجلس الاداره، إذا يجب أن أعلم الجميع بصرف النظر عن علاقة عدل القيعي بيهم أو علاقة النادي بيهم، ما لم يردني يعني قرار رسمي بمقاطعة فلان أو مقاطعة الإصدار الفلاني أو القناة الفلانية لا أملك هذا الطرف لما يبقى قراري أنا لا أعبر في هذا المنصب عن عدل القيعي، أنا أعبر عن مسؤولية أؤديها باحترافية وبأمانة. الأمانة أنني عندما يطلب مني أن أوضح شيء عن مجلس الإدارة وقرار من القرارات أن أنا أستجيب. وبالتالي أنا رحت الناس ما رحتلهاش قبل كده، يعني أول مرة أعمل مداخلة السنة دي مع الكابتن مدحت، أول مرة أعمل مداخلة مع الأستاذ الكابتن خالد الغندور وآخرين. ما كنتش يعني قبل كده حريص ان انا ارد قوي، ليه؟ لان كان رايي الشخصي، انا حر في نفسي، لكن الان يا استاذ ابراهيم هذا اهمال في مسؤوليتك، لانه قد يترتب عليه انك انت بتحشد دلوقتي ورا مباراه معينه فتبص تلاقي هذا الحشد منقوص لانك انت اهملت او التواصل دخلت شخصيتك ورايك الشخصي في الموضوع. وفي كل الاحوال التواصل لا مهم، لا راي لي في هذا الامر، صحيح الراي لمجلس الاداره لم يصلني شيء، انت ناقل لهذا الراي. اما موجه الغضب
هي ليها ما يبررها من وجهة نظري. كنا بقى خدت سكة معينة أنا مش عارف إيه يعني، ما قدرتش من الزخم والهيصة الكبيرة إن أنا أتابع بالظبط الحوارات المتبادلة. لكن مسألة إن أنا أكون إعلامي أستاذ إبراهيم، هو أنا لما أكون إعلامي أولا أنا كإعلامي مش مفروض إن أنا أبقى عبء على الشاشة بتاعتي. بمعنى إيه؟ إن أنا مش ضروري باستمرار أصدر رأيي الشخصي إلا في مجال تحليل فني مطلوب مني في حاجة، لكن أتطوع في شأن يخص أندية يعني ده قمة التدخل في شأن النادي الأهلي، انك تقول له اصل بيلعب فلان اما بيلعبش فلان او طب ما حتى ما يبقاش كلام مرسل. ما نشوف حسين الشحات يفضل اللعب عن الاهلي او اللعب في الاهلي عن الاحتراف زي ما قالوا في اون سبورت. ده هو طلع مرتين قال الكلام. في حاله وجود يعني عرض رسمي من النصر السعودي وعرض من النادي الاهلي، هل تفضل تلعب خارج مصر الفتره الجايه يا حسين؟ والله يا كابتن، والله يا كابتن مدحت يعني جاوبني بصراحه، جاوبني بصراحه. اكيد طبعا والله اي حد يتمنى يحترم، بس طبعا يعني النادي الاهلي يعني انا قلتها قبل كده كتير، البيت كله يتمنى ان انا اروح نادي الاهلي. انا فاهم، لكن لو العرضين قدامك هتخير يعني هيبقى عندك تفكير ولا مباشره هتروح في حته منهم؟ لا يبقى ان شاء الله بنسبه كبيره ممكن النادي الاهلي يعني. بنسبه كبيره النادي الاهلي، بالرغم ممكن النصر السعودي يبقى المقابل المادي اعلى ده اكيد، لكن انت شايف ان النادي الاهلي بالنسبه لك افضل. وانت تتصورك لو رحت، خلينا نسبه الاحداث شويه، لو رحت النادي الاهلي انت تصورك ممكن يبقى مكانك ايه في الاهلي؟ معرفش بقى، دي ساعتها بقى دي بتاعت الكابتن حسام بقى ساعتها. بس انا الحمد لله انا بلعب في النادي الاهلي. اولا انا هنا بحيي حسين الشحات، وكابتن مدحت شلبي كان لازما يحييه لانه لاعب، ومش معروف ان لعيبه الكره كلها حساباتها ماديه، ومعروف ان في لعيبه بتخل بالتزاماتها وبتعاقداتها وبارتباطاتها عشان الفلوس. حتى لما الكابتن مدحت شلبي قال له قدامك عرض من هنا ومن هنا تختار انهي، قال له هختار الاهلي، قال له برغم ده نفس النص، برغم انه عرض النصر السعودي ممكن يكون اعلى ماديا، قال له هختار الاهلي. يا جماعه انا عندي حد بيعلي قيمه النادي المصري او نادي في مصر، عندي حد رغبته وحبه لمكان وطموحه انه يلعب له يزيد في قيمته عن الفلوس. دي قيمه انسانيه لازم أن تحيى ولازم أن تتقدر. لعيبه بقول لكم كتيره جدا بتخل بتعاقداتها اللي هي ماضياها وتجري ورا الفلوس. ده واحد بيتقال له انت جاي لك عرض من النصر السعودي، طيب لو عرض من النادي الاهلي جالك كمان، قال له اختار الاهلي، برغم بنفس النص لو القيمه الماديه بتاعه النصر اعلى، قال له اختار الاهلي. احنا هنقول ايه؟ ده اللي لازم يتحيى. انا عندي لاعب مصري بيعلي قيمه نادي في مصر وبيعلي قيمة ان هو يمثل نادي مصري ويلبس فانيلته عن الفلوس اللي ممكن تبقى اغراءاتها الخليجية اكبر. احنا رحنا في سكة تانية خالص استاذ ابراهيم، وسبنا المعنى وسبنا القيمة اللي في الموضوع. لما هو شايف ان النادي الاهلي هو الفرصة الاهم في حياته، هو ده مش نتيجة مكانة الاهلي ولا يعني حب كده افلاطوني؟ لا، له سبب وله مبرر. له مبرر. لسه انا بقول لك لما شفنا الاهلي في مباراه فلافيو اللي جاب الجون اللي خدنا كانت العالم، لما قلت لك طارق السعيد ومحمد صديق لعبوا سنه ونص جابوا خمس بطولات ووساب وبطوله عالم، هو ده قيمه الاهلي. هو عارف كويس قوي انه بيعمل كده. لكن انا بس عايز اتكلم على الكابتن مدحت لان الموضوع اصبح بيتطور. طب ما تتكلم عنه بعد الفيديو ده اما اشوف اخرتها معاك ايه. ماشي حاضر. اصل انا اصل في حاجات اصل اللي انت هتقوله مرتبط باللي هتشوفه. طيب ماشي، نشوف الكابتن مدحت شلبي. النهارده قال لك اكد عنده عرض من النصر السعودي، والنصر السعودي ده نادي عظيم في السعوديه طبعا، وفي عرض من النادي الاهلي، وما ادراك النادي يعني. اذا اللاعب يقدر هو هنا بقى
ومش عايز بقى ايه يعني محب الاهلي يقول انت بتطفشه. لا ما بطفشوش، بس انا دايما بدي النصيحه يشوف قبل ما يروح مكانه فين. ما احنا يعني مش عايزين نخسر اللعيبه البارزه، يعني اللمعان الحلو ده مش عايزين نخسره. فالنهارده اي لاعب بصرف النظر بقى عن حسين الشحات هيروح الاهلي هيروح الزمالك يشوف مكانه مين بيلعب وكم واحد فيه، لانه كان ميدو جابر مكسر الدنيا في نفس النادي ده، كان حكايه حكايه. عمرو بركات كان مكسر الدنيا في نفس النادي ده، كان حكايه. واهداف ايه ومن هنا ومن هنا، وش رجله وظهر رجله وبطن رجله. احمد الشيخ كان مكسر الدنيا في نفس النادي ده. روح بقى سموحه هتلاقي اسلام محارب كان هداف الفرقه وكده يعني. فالنهارده دول كلهم فين؟ في الوابه. ليه؟ لانه مش عيب الكابتن حسام، لا، لان في طابور طويل. فهنا الانديه بتستقطب كل، وعلى فكره الزمالك شرح عشان محدش يقول انا بتكلم يعني شرحه برضه، هتلاقي في كل مركز في طابور طويل. شوف الفيديو اللي جاي ولا تعالى دلوقتي؟ قول قول اللي انت عايزه. طب نشوف الفيديو اللي جاي لانه كمان مرتبط بالاتجاه المباشر في القضيه دي. وبعدين تعالى هات لي بقى لاعب اتحرك من المقصه راح الاهلي وتألق. خد احمد الشيخ كان هداف الدوري العام برصيد 15 هدف، وكان قاعد ما بيلعبش شهر ونص عشان ايده كانت مكسوره. يعني لو ما اتكسرتش كان عمل له 20 جول. ميدو جابر اللي كان مكسر الدنيا، كل عام وانتم بخير. عمرو بركات اللي كان عامل حكايه وروايه وايه 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 وايه، مش موجود. هشام محمد اللي كان ايه محور اداء وحاجه جباره في مصر المقصه، اين انت الان؟ بل اين انا؟ شوف بقى انطوي لما ساب الاهلي وراح وادي الشيخ، لما 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 راح لما كان في المقصه بيعمل ايه، ولما راح الاهلي بيعمل ايه. ده مش معناه ان الاهلي لا، ده الاهلي ده الاهلي يتمنى اي واحد يمشي من قدام بابه، مش يلبس تيشيرته، يمشي من قدام بابه. لكن القصه كلها انا عديت النهارده 9 لعيبه بيلعبوا على الطرف، 9 بره الكيمياء وبره الكلام ده كله، ما بيلعبش. لعيب الكوره اللي بيلعبوا كوره واللي فاهمين كوره يعرف ان مهما كان انا لعيب كوره اذا ما لعبتش، وسيبك من الودي، الودي ده جاي مع العفش، خليك في الرسمي. الرسمي لو ما لعبتش كل سنه وانت طيب. طب والمدرب هيعمل ايه؟ واحد يرد يعني هيعمل ايه وهيلاعب 20؟ لا مش هيلاعب 20. عشان كده انا قلت هناك خطأين. الخطأ الاول في جانب اللاعب حسين الشحات، لعيب عظيم لو راح الاهلي وما لعبش هيبقى شحات، شحات كوره، هيبقى زيه زي ميدو جابر زي اللي انا قلتهم دول كلهم. ده اسلام محارب كان مكسر الدنيا في سموح. واحد يقول لي طب بعد 5-6 ماتشات هياخد، كل سنه وانت طيب. وانت عايز ال5-6 ماتشات دولت هيرجع واقف على حيله خالص؟ هتكون النتيجه انه هينزل هيبقى عامل كده. ما دام عمل كده في نادي عظيم زي الاهلي بيلعب على بطولات، الماتش اللي بعده مش هيشوفه. يفكر بموضوعيه. يعني واحد مثلا هيقول هروح العب مكان حسام عاشور، يبقى بيهزر، يبقى بيهزر. واحد هيقول هلعب مكان اجاي، يبقى بيهزر. طب فرصتي مع مؤمن زكريا ومع وليد سليمان ايه؟ متوسطه. طب لو مش عارف ايه واحمد فتحي، لا ما ينفعش. عايز اتكلم؟ اتفضل. طيب هو ده يعني الكابتن مدحت دعا الكلام بموضوعيه، والكلام بالموضوعيه ما يزعلش، اللي ماهوش مش مساله شخصيه، مش مساله ان فلان. يعني انا النهارده لما اتكلم على حاجه اختلف انا وانت فيها، بنختلف على كلام انت قلته او كلام انا قلته، لكن مش مختلف معاك. عايزين نحط كل شيء في اطاره. كابتن مدحت في رؤية أخرى أضاف إليها وبيدور على مصلحة مصر، مصلحة مصر اللعيبة ما تروحش الأهلي، واستدرك وقال لي زمالك، لكن هو التركيز طبعا كان على الأهلي. ويصل به الأمر يقول للشحات في تهديد، يعني
يعني مؤلم. ها يعني قالوا مسموع مطروح الاهلي هتشحت. ايه اقوى من كده يتقال عشان يطفش لاعب؟ اولا ليس مطلوب من اي حد ان يقوم بهذا الدور. هات لي حد في العالم راح قعد يكلم برشلونه ولا ريال مدريد ولا باريس سان جيرمان ولا اي نادي ما تاخدوش فلان ويا فلان اوعى تروح النادي ده. لا دي مسائل ما فيهاش هزار. دي فيها بطولات وفيها فلوس وفيها كلام. لما تيجي تقول لي ما تروحش الاهلي ما هو نادي النصر، لا انت بتوجه والتوجيه ده له سبب مش من فراغ. فانا مش شوف سبب انه الكابتن مدحت شلبي كان ضد الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره الحالي في الانتخابات الاخيره. هو الكلام يفسر رايه. معلش خلينا والا ايه سبب اثاره ده دلوقتي؟ هو دلوقتي الجمهور اللي عمال يبعت لك ويقول لك اتكلم في النقط دي. ايه اللي مضايق الجمهور؟ انت هتقول ايه اللي مضايق الجمهور دلوقتي يعني؟ واحنا مش عايزين الجمهور يترشح مع احد بطريقه غير لائقه، انما طبعا من حقه يعترض طبعا، ومن حقه يقول لك اتفرج على مين وما اتفرجش على مين بدون اهانه يعني. طب بس استناني ما اخلصش الكلام يا استاذ ابراهيم. اتفضل. القضيه اعمق من كده. القضيه دلوقتي انت بتقول للعيبه ما تروحوش النادي الاهلي عشان مصلحه مصر وعشان مصلحتكم. كلام جميل ومكسر الدنيا ومكسر الدنيا ومكسر الدنيا في كل حته، خلاص؟ اللعيبه اللي مكسره الدنيا دي كانت في منتخب مصر؟ لا. كانت في منتخب مصر؟ لا. يعني هم مكسرين الدنيا وراحوا منتخب مصر فخدناهم هنبوظهم؟ لا ما راحوش المنتخب. اذا هو بوابتهم لمنتخب مصر كما يروا انه يتالقوا في النادي الاهلي. ايوه. طب اللي عايز يلعب منتخب مصر بره الاهلي هو مش هينافس لعيبه الاهلي؟ بس هيضاف عليهم مين بقى؟ الزمالك والاسماعيلي والمقاصه هينافس كل دول. صحيح. اللعيب الذي لا يستطيع ان يتنافس ليعجز له مكانا في المنتخب. مش مشكله الانديه اللي هيروحها بقى انه مش قادر يتنافس، اذا كنت مش قادر تتنافس جوه نادي الاهلي او نادي الزمالك او النادي الاسماعيلي عشان توصل منتخب مصر، ده اقرب بوابه. ان لما النادي الاهلي انت عنده اكبر عدد من اللعيبه لو استطعت ان تجد لنفسك قدما في النادي الاهلي، اذا انت بتتفوق على لعيبه منتخب مصر. انت كده بتروح منتخب مصر. وبنفس المنطق لو انا بقول للعيبه ما تروحوش الانديه الكبيره، والذي اضاف الزمالك من باب يعني ذر الرماد كرد فعل في اليوم النهارده يعني سمعت انه جاب تحليل كده وانا جاي عشان يقول الزمالك انا كمان بقول عليه، بس ابتدى باللي بيلعبوا يعني. هم ما ابتداش ما عمل مع الاهلي باللي ما بيلعبوش، ابتدى باللي بيلعبوا. ومنطقي ان اللي يلعب في الزمالك اكتر من اللي يلعب في الاهلي، لان الزمالك جدد 75% من فريقه. امال هيلعب 25%؟ ما هو طبيعي ان لما يكون انت جايب 17 18 لعيب ان او اكتر من كده يمكن 20 لعيب ان هيلعب منهم عدد كبير. طيب انا النهارده انت عمالين تقولوا تشوف مصلحه مصر بقى، وهذا كلام الموضوعي اللي ما فيهوش يعني نوع من الشخصانه في اي حاجه، انما هو طالما انه اثار كده انا قعدت افكر. طيب بالقياس ده انا اقول لعيبه ما تطلعوش بره في اوروبا. يا رمضان يا صبحي، ما انت كنت مكسر الدنيا في مصر، كنت مكسر الدنيا في النادي الاهلي، وكنت عضو منتخب مصر اساسي. ايه اللي وداك تقعد احتياطي في ستوك سيتي؟ مش ستوك سيتي؟ ها مثلا. وهكذا وهكذا وهكذا، وانني وعمر جابر هتلاقي لعيبه تقول لها ايه اللي وداكوا عشان تقعد احتياطي وكنت هنا بتلعب. ايه اللي وداهم؟ ان بيتنقل نقله في ستاندر اعلى. ايوه. انا مدرس، انا ناظر مدرسه اعداديه، هبتدي مدرس اول ثانوي. ها؟ عشان ابقى ناظر ثانوي. ماشي؟ هذا كلام منطقي واللي ما بيقدرش. وبعدين ما النادي الاهلي بيفسح المجال للاعراض. ما هي اللعيبه دي كانت لعيبته، جزء منها كان لعيبته اعارها. صحيح. وهو اللي ادى الانديه دي، هو لما بيسد هشام محمد ولا اسلام محارب ولا ايمن اشرف، طب اشمعنى ايمن اشرف بيلعب؟ لقى الفرصه ولبت فيها، نجح. قدر لايه؟ جذوره في النادي الاهلي. هتقول لي هشام محمد، هشام محمد اللي ركنته الاصابه. هشام محمد اصيب
وبمجرد ما رجع قدام الاسماعيلي رجع اصيب، وهو احنا بنقول ان هو بيتاهل دلوقتي للعوده. اي لعيب في سبب تاني، في سبب عشان نبقى بنتكلم في الموضوعيه. اللعيبه دي لما جت الاهلي كان مكمل في البطوله الافريقيه، ما كانوش متسجلين وفي قائمه افريقيه. الناس اللي اتسجلت ما انسجمتش لسه مع الفريق اللي شغال، وناس اخرى ما اتسجلتش في القائمه الافريقيه. فالشيء الفني الطبيعي ان الكابتن حسام كمل بالمجموعه اللي محتاجه في افريقيا والمتجانسه، وده كلام فني لا يجب ان يغيب عن حد. وبعدين النقطه بقى المهمه، ما احنا كلنا ما فوجئناش بالموقف ده عشان نقول دلوقتي ما نخلي القائمه 25. اشمعنى دلوقتي بقى عايز يعملها 25؟ اشمعنى السنه اللي فاتت كانت 30 واللي قبلها 30؟ ليها سبب. هي 30 لان انت بتلعب في البطوله الافريقيه ب 30 لاعب. مش معقوله حاجه على فرق ايه انا اللي بتلعب كل 3 ايام ماتش، ولعيبه النادي الاهلي هم قوام المنتخبات الكبيره بالزبط. والصغيره بالزبط. واللي مستهلكين تماما بالظبط. ده الاهلي مفيش مباراه ما بيخرجش لاعب ولا اتنين مصاب. مباراه، فانت عايز تلعب ب 25 كمان؟ مستحيل الكلام ده. الاهلي بيدفع فاتوره ان النادي الاهلي الذي يتصدر والذي له ترتيب دولي والذي كل الامال تنعقد على انه هو فرصه مصر الاقرب للفوز بالبطولات القاريه والمحافظه على صداره انديه العالم، هذا هو الاهلي. فلا طبيعي ان اللاعب يسعى اليه، مش تقول له لو رحت هتشحت، لو راح هيشحت، العيب فيه، لا يمكن يكون في الاهلي. العيب ده لعيب واثق في نفسه وبيحب النادي الاهلي وعايز يجي، قال له هتلعب فين؟ قال له في اي حته يقول لي عليها المدرب يحلها الحلال. اذا عنده قدره تنافسيه محترم. ثم ان كل الصفقات اللي قالها دي مين قال ان دورها انتهى؟ صحيح. انت عندك لعيبه عماله تكبر في السن تباعا، بعد سنتين هتلاقي 3-4 بالزبط. مش موجودين في الفرقه دي بالزبط. هيكونوا دول بقى ايه؟ شربوا الاهلي، شربوا طريقته، واللي بيطلع عارض مش جايب ناس ديليفر النهارده لازم نستخدمهم النهارده. انا مش هدافع عن طب الاهلي بياخدهم جراش خلاص. هذا شان الاهلي. مش من حقك او من حق اي واحد ينتقد سياسات الانديه، مش من حقه. والا خلاص بقى لما الناس تزعل منه يبقى فاهم انه بيتصنف. طيب انت اللي بتصنف نفسك مش حد تاني. هو اعلامي كبير، اعلامي يعني يقول لك مش هقعد في بيتنا، وباذن الله عمرك ما تقعد في بيتكم خلاص، ومش عايزين حد يقعد في بيته لا انت ولا غيرك، لكن عايزين كمان وانت قاعد قدام الشاشه ما تشعرش انها بتاعتك. دي شاشه بتمثل قناه وراك رعاه. النهارده لما الجمهور يضغط على اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ويبتدي في مواقف. وقد ذكرت الجمهور لانه الاستاذ خالد شاكر يمكن كان عايز يعمل مداخله يقول بعض التساؤلات، ولكن في النهايه قال رايه. في بعتهولك. لن ينسى جمهور الاهلي، واذا كنت ناسي افكرك، موقفك ضد قناه الاهلي عند انشائها في 2008، موقفك ضد بث المباريات على قناه الاهلي، موقفك المعارض الدائم لمجلس اداره الكابتن حسن حمدي، موقفك الداعم لبند الثمان سنين لحد انتخابات النادي الاهلي ثم الانقلاب للموقف المعاكس لصالح سموحه، الانتقاد المستمر لعلاقه مجلس اداره الاهلي بمؤسسه الاهرام. اذا هذا موقفك من مجلس اداره الاهلي برئاسه الكابتن حسن حمدي والذي ضم 5 من اعضاء المجلس الحالي. توقف تام عن الاعتراض على النادي الاهلي طيله 4 سنوات مع مجلس المهندس محمود طاهر. لم نشهد اي اعتراض على شراء اللاعبين طوال 4 سنوات ماضية. لم نشهد أي اعتراض لك في بداية الموسم على إعلان 30 لاعب في قوائم الأندية ومنهم 2 لاعبين سوريين ولاعب أجنبي رابع. تحيا مصر جاي النهاردة تقول لي خليهم 25. هذا موقفك من النادي الأهلي أيام المهندس محمود طاهر ونشكرك عليه لأنها مساندة للنادي. محاولة التأثير على الناخبين بعدم اختيار لاعب كرة رئيسا في تدخل سافر لطرف ضد طرف، ناهيك عن هذا الموقف المنحاز طوال فترة الانتخابات. تحريض أعضاء الجمعية العمومية ليلة الانتخابات على عدم النزول للانتخاب ضد توجه الدولة بتفعيل دور الجمعيات العمومية وحثهم على المشاركة الإيجابية ما دمنا بنحب مصر. هذا موقفك المتحيز ضد المجلس الحالي منذ فترة الانتخابات واستمرارا لها.
إعلانك بأن جماهير الكرة وليس أعضاء الجمعية العمومية الحقيقيين هم الذين اختاروا مجلس الكابتن خطيب، على الرغم من 36 ألف واحد مش أعضاء في الجمعية العمومية حضروا انتخابات، على الرغم من الملحمة الديمقراطية التي شاهدها القاسي والداني والتي تحسب لقانون الرياضة الجديد يلي بتحب مصر. انتقادك لعدل القيع المتحدث الرسمي للنادي الأهلي لتسميته لرئيس الأهلي بالسيد محمود الخطيب، بينما أنت تريده أن ينعته بالكابتن لاستمرار التذكير بتصريحاتك الماضية. عايز أقف هنا لحظة لو سمحت. آه. أنا ما سمعتش دي، هو قال يعني إيه؟ أن كان يجب أقول الكابتن ما أقولش السيد؟ آه. طيب. سيادة الكابتن محمود الخطيب. حلوة كده؟ هو رئيس النادي الأهلي. يعني إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إحنا كنا بنقول كابتن صالح المايسترو. يا ماستيرو، بنقول للكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي، لما اقول السيد يعني دي عايز انتقاد السيد. لا ده اذا كنا بقى هنعيد الامر للضوابط اللغويه في الاعلام، لازم السيد في الاعلام. لا انا باخذ حكايه فلان بيه وعلام بيه. مثلا يا جماعه ثوره يوليو لغت البكويه والبشويه والالقاب من سنه 52 فما ينفعش لغه الاعلام. اصلا لغه الاعلام هذه الالفاظ مش محل اعلام خالص، ده ممكن نقوله مع بعض في الصالونات واحنا بنرحب ببعض، لكن على مستوى المنطوق الاعلامي ما درسناش ده على الاطلاق. ينادى الشخص بنفسه. احتراما الاستاذ فلان او السيد فلان، لكنه فلان بيه وفلان باشا ومعالي الباشا مش نقطة يعني ومعالي. انا بس يعني لا يعني اذا كنا هنحتكم الى حته الكابتن ولا السيد، لا في الاعلام ده تهريج بقى. يعني ايه المقصود انه ينبهني الى، يعني ما فهمتهاش. عايز يقول يعني ده لعيب كوره يعني كابتن؟ تحريض زي ما بيقول الاستاذ خالد شاكر، تحريض لاعب بالاسم لعدم الذهاب للاهلي على الخصوص، واذا كنت تحاول التخفي وراء ذكر الزمالك ضمنا في تحريضك لم نشهد لك في تاريخك انك طلبت من لاعب بالاسم عدم الذهاب للزمالك، او حتى طلبت هذا في عصر المهندس محمود طاهر وان كنا نشكرك عليه. ده راي الاستاذ خالد شاكر وقد مسه بعض الانتقاد في المساله دي. لا ما هو المشكله يعني هو اقول له السيد مدحت ولا كابتن؟ الكابتن مدحت بيحبها اكتر. هو بيحبها اكتر. الكابتن مدحت شلبي يبدو انه حمل الاستاذ خالد شاكر انه هو اللي ورا هذا الصخب، يعني باعتباره انه كان مدير حمله الكابتن خطيب. مدير حمله الكابتن خطيب ولا واشار هي الاثار الانتخابيه مستمره، اشار اليه بانه يعني قاده بتهاكم كده لجنه انقاذ الاهلي من 3 سنوات. فهو طبعا المساله واضح ان هو يقصده والاستاذ خالد بيرد عليه، بس انا مش عايز كده. انا عايز دلوقتي الفكره كلها، هل دورنا في الاعلام ان احنا نعمل هذه الحاله؟ اقول للعيبه مطرح اصل دي فلوس، يعني ليه احط نفسي في دائره الشبهه ان انا ليا مصلحه؟ يعني انا النهارده لما اجي اقول ايه يا فلان ما تروحش ده النادي التاني ده كبير، واحد يقول لي مصلحتك ايه مثلا؟ لا هو وهي الفكره يا باشمهندس، يعني ما مش الفكره اصلا، ده نادي له ان يخطط كما يرى وجمعيته العموميه بتحاسبه، ما حدش تاني. ما خدش لعيب في منتخب مصر ابعده عن منتخب مصر، كل اللعيبه بتروح منتخب مصر من خلاله. فبالعكس القيمه المضافه من النادي الاهلي اكبر بكتير من قعدته في اي حته تانية. شوف انت ابو تريكا كان ايه قبل ما يجي الاهلي واصبح واحد كله من ابرز نجوم الكره في تاريخ مصر، كابتن عماد النحاس، وخد عماد وخد اسلام وخد بركات، كله راح منتخب مصر عبر الاهلي، استفاد من هؤلاء واضاف ليهم كتير. صحيح كلهم كانوا بيترشح لهم لعيبه كبار، بس عدد البطولات، طريقه لعب الاهلي، الاداء الجماعي. يعني كابتن مدحت يرى عشان مصلحه مصر، لا قول لهم روحوا الاهلي، اللي بيلعب بسيستم وبيلعب بشكل وبيلعب بهويه ادت ان المجموعه بتاعت الاهلي لما راحوا لعبوا في كاس الامم الافريقيه 6 و8 و10 كانوا بيلعبوا القام رئيس استفاد منها المنتخب. صحيح. وكابتن حسن شحاته قال كده. صحيح. قال انا ما كنتش ببذل جهد كبير ان انا احفظ للعيبه كبيره وحافظه. النهارده كان نفس الشيء، لما كوبر بيروح له المجموعه بالعدد الاكبر ده بيقدر يحفظ. ما تنساش ان من القوام الرئيس منتخب مصر موجود رمضان صبحي، موجود تريزيجيه، موجود احمد حجازي، كل دول في منتخب مصر بيلعبوا بفكر النادي الاهلي
وبما تربوا عليه في النادي الاهلي، كلهم بيساعدوا منتخب مصر مع زمايلهم. ما هوش النادي الاهلي يعني اللي يروح يلعب باسم منتخب مصر، ما بقولش كده، بس ما تستخفش قوي، ما تروحوش عشان ما تموتوا. ما حدش بيروح يموت في النادي الاهلي غير الذي لا يقدر على المنافسه. اللعيبه اللي جات لنا كلها عندها شخصيه وبتتنافس وبجالها ادوار وهيجي لها ادوار باذن الله، واي لعيب عايز يجي النادي الاهلي، الاهلي سوف يتمسك بمن تمسك به. ويرى الاستاذ خالد شاكر انه هذا الموقف ما هوش منفصل انتخابيا، ولانه خالد شاكر او الاستاذ خالد شاكر كان رئيسا او مشرفا او مديرا لحمله الكابتن محمود الخطيب وقائمته في الانتخابات، يرى انه الكابتن مدحت شلبي مارس عملا ضد ايجابيه الترشيح بدعوه اعضاء النادي انهم ما ينزلوش. طب ليه؟ ازاي حد هيعملها دي؟ طب نشوف الفيديو. طيب المره دي انتوا الانتخابات فيهم واحد مظبوط، اللي هو بكره ان شاء الله في مقر واحد. طب ليه ما اتعملش في مقرين وعلى يومين؟ لانه سؤال مهم، لانه اللائحه الاسترشاديه بتلزمني بذلك. يوم واحد، بيوم واحد من انتخابات، ومن 9 صباحا ل 7 مساء. يكون في عون الناس بكره يا محمود. اه طبعا. يعني انت بتتكلم في قناه، في سوري على قناه في نادي الجزيره اللي هو محصور بين النيل، شارع قد كده واتجاه واحد، والاوبرا وراك والدنيا وراك والزحمه. الله يكون في عون اللي هيروح، وهيركن عربياته فين ويعمل ايه؟ وانت طالب 30,000 يروحوا، مين اللي هيروح ده؟ ده في واحد هيركن على بعد كيلو عشان يجي. بيهاجمونا بقى عشان عملنا الاجتماع الخاص بتاع اللائحه بهذا المنظر. شفت بقى يعني احنا لو كنا، لو كانت اللائحه تسمح لي كنت عملتها في مقرين. اعملها في مقرين، ايه المشكله؟ انا بتكلم جد والله يا محمود بيه. ما هو ده اللي قلناه يا كابتن مدحت، ما دي المعركه اللي معلقه. او على يومين زي الزمالك ما عملها، بس هو طبعا هيحبه هو. بالظبط كده، لانه انا متصور الناس بكره، يعني انا لو عضو جمعيه، انا اسف انا بقول كده مش يعني، لا طبعا، لكن انا لو فجأة عضو جمعيه عموميه ورايح النادي لقيت كيلو عربيات، انا هلف وارجع. اللي يموتني انا في يوم زي ده. اتمنى انه اعضاء الجمعيه لو ما يعملوش كده يا كابتن مدحت. طيب يعني ده كلام. الاصل في المساله الايجابيه والمشاركه. ثانيا اللي حضر 37,000. اللائحه اعتماد لائحه اللي تمكنوا من التصويت كانت محتاجه 12,000 فقط. نادي الجزيره الملاصق للنادي الاهلي حضر له تقريبا 18 ولا كام في اللائحه. في اللائحه، فما كانش فيه مشكله حكايه ان المقر قد كده. واحنا فجاه اكتشفنا ان النادي الاهلي بين النهرين، فجاه اكتشفنا ان النادي الاهلي ما حدش يتكلم على اي تسهيلات. كنت اتمنى انه ليله الانتخاب يبقى، ما دمنا احنا بنتكلم على التوجه العام للدوله، وحتى بعيدا عن الدوله التوجه الطبيعي، حث الناس على المشاركه والايجابيه. الاصل في العضو انه يقوم بدوره، يتحمل حتى لو في متاعب. الاصل كان المفروض بقى إن اتكلم على ازاي التسهيلات تتعمل. استاذ ابراهيم، الموضوع كله في اتجاه ان انت كان عندك ما تروحش. لا، كان عندك حق لما قلت مقرين. ايوه، ادي العمليه كلها. لا، وعشان بكره يا سياده العضو ما تكدرش نفسك وما تروحش. ايوه، هتلاقي نفسك طابور عربيات هتلف وهترجع، مش هتلاقي ركنه. طب ما انا الاصل في المساله ان انا اتكلم على التسهيلات المطلوبه، اتكلم على هتريحوا الناس ازاي، اتكلم على جراش الاوبرا والجراشات المتعدده لركن العربيات، اتكلم على استخدام مواصلات عامه للوصول للنادي. ده انتوا عملتوا كل ده وراح 37,000. يعني كل ده اتعمل، كل الاعاقات وعراقيل وراح 37,000. مش راح 37,000، تمكن 37 من التصويت. 37,000 تمكن 37 من اللي راحوا. اه يا استاذ ابراهيم، احنا هنا عشان احنا بنتكلم عشان النادي الاهلي. ايوه، قلنا ايه؟ ما تعملش 130 لجنه، اعمل 250 لجنه. بالظبط. هل كان ممكن؟ بسهوله جدا جدا اعمل 250 لجنه. بالظبط. انا لما اعمل 250 لجنه، ال 37 دول يبقوا 60. بسهوله جدا، وامشي لانه عدد اللجان الناس هتتوزع على اللجان بسهوله جدا، فهتمضي بسرعه وتمشي بسهوله جدا. بسهوله جدا. فمش تقول لي ضيق بكره عشان الناس تروح، ما روحوش دول. اصل انت بتقول لو انا عضو في الاهلي، هو المشكله اللي بعيد عن النادي الاهلي ما يعرفش
المعدن بتاع عضو الجمعيه العموميه بتاع النادي الاهلي اللي قالوا ده جمهور مش اعضاء. والله اعضاء الاهلي هم الجماهير. وبعدين حكايه ايه حكايه لعيب الكوره بقى؟ يعني انا فجاه بمناسبه الكلام، هو احنا فجاه اكتشفنا ان كابتن الخطيب كان لعيب كوره؟ لا، والكابتن صالح كان لعيب كوره يعني، وكابتن صالح والكابتن حسن وكابتن عبده صالح الوحش. الخطيب بالمناسبه لاعب الكره الرابع اللي بيصل لكرسي رئاسه الاهلي. طب ممكن اقول لك حاجه ثانيه؟ يعني بيكن باور. لا رومانيجا كتير بس والنبي عشان يقول لك دي اسرع حاله في مصر ما تتكرر. رومانيجا وبيكن باور بايرن ميونخ. ايوه يا سيدي الفاضل، لعيب كوره قيمه مضافه ما تاكلش منه. ده جورجويا بقى رئيس جمهوريه. الله، مش رئيس جورجويا بقى رئيس جمهوريه. يعني الفكره ان اذا كان لاعب الكوره يمتلك الفكر بالظبط. طب اذا كان من يمتلك الفكر والاتصالات هو لاعب كوره، قيمه مضافه. أيوة. ما تضعفوش. الناس اللي انتخبت الكابتن الخطيب ما انتخبتوش عشان ينطق الكوره، انتخبته لانه هو اكثر درايه وخبره من اي واحد تحطه في هذا المجال، يجي من بره ولا يجي من جوه، لانه عنده خبره 12 سنه في مراكز تنفيذيه جوه النادي الاهلي، يقود. أيوة. يقود. يقود العمل التنفيذي. فاذا كان ويحصل على اعلى الاصوات في كل الانتخابات. يعني يا فريق الناس اكتشفت. اذا كان 12 سنه ما يعملوش خبرات، ها، يسبقهم طبعا خبرات كبيره ككابتن وكراجل موجود في مش هقول لك اعماله الخاصه لانه هو مش رجل اعمال قوي، مش ساري زي المهندس محمود، لكن مال ان انا ابقى رجل اعمال. طب ما رجل الاعمال الاستاذ ماجد سامي ماذا يحدث في وادي دجله؟ ما هو ده رجل اعمال. مين قال؟ وهو العجيبه كتب تويته، ها، ان لاعب الكوره ورجل الاعمال الاستاذ ساويرس، المهندس ساويرس رجل الاعمال. طب ما هو رجل الاعمال اهو. هو مين؟ حسن حمدي ولا ماجد سامي في اداره الانديه؟ خصوصا لما تبقى انديه كره قدم. صحيح. طب نادي وادي دجله احلى ولا النادي الاهلي؟ صحيح. في ناحيه المنشات بقى اللي هو في 2013 مش دلوقتي. النادي الاهلي كان ينظر اليه انه مفخره الانديه في منشاته. لكن مين اللي ردد؟ ما فيش منشات وطورنا عملنا. الضرب 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 الضرب، لان كان يا استاذ ابراهيم محظور ان حد يقول انا عملت. ممنوع في النادي الاهلي حد يقول انا عملت. فكل المجالس اللي فاتت ما اتكلمتش على نفسها، واخد بالك؟ الا يعني الفتره اللي فاتت بدا التركيز، عملنا وعملنا وعملنا. واحنا هنا قلنا يا جماعه ما ينصحش، ما ينفعش. انت لما تروح على اللوحه الاعلانيه في صاله المغطاه هتجد ثلاث مجالس. أيوة. لما تروح مدينه نصر هتجد ثلاث مجالس، الوح مرتجي والوحش لا تبخسوا الناس اشياء. ها؟ تروح بقى دلوقتي في الشيخ زايد تلاقي رخامه واحده. مش منطقي شيء يخرج عن الاطار. فالنهارده لما تيجي تقول لي مقر مقرين، سيظل النادي الاهلي بمقره ورمزه الجزيره مدى الدهر، والناس هتقف طوابير وتنام في الشارع ولا انها تفتته ولا تضحي بهذه الرمزيه. الاقبال ده له علاقه بحسين الشحات؟ ايه؟ له علاقه بحسين الشحات؟ اه. ايه بقى؟ احترام للاداري لاعب الكوره. يبقى نجاح الاحتشاد بهذا الشكل ونجاح الانتخابات يعني موقفه التالي. ما انت قلتها انعكاس مباشر. انت قلتها انعكاس مباشر. طبعا انعكاس مباشر. وان كنت اتمنى الحرب الجايه، افتكر كلامي. 25 لاعب، افتكر كلامي. عشان يضع الصعوبات امام المجلس الحالي. والله لو عملتوه 15 لاعب الاهلي هو اللي هيكسب. في جزئيه ربط الكلام ببعضه، انا شخصيا متفق مع مجمل كلام الكابتن مدحت شلبي. تاني، انا شخصيا متفق مع مجمل كلام الكابتن مدحت شلبي، وهو ضرورة الناس اللي جت تاخد فرص. اذا الهدف واضح، انا معاه في ده 100%، ومعاه في حتة انه اللعيب لما بيركن بيصدي. طب ما انت فسرتها كويس، لكنه انه الكلام ده يتوظف في هذا التوقيت لهذا الغرض لهذا السبب في الضغط على لاعب، الموضوعية تقتضي ان انا زي ما بقول لحسين الشحات ما تجيش عشان فلان وفلان وفلان ما بيلعبوش، اقول له
طب ما في فلان وفلان وفلان بيلعبوا، شوف ليه ده لعب وشوف ليه ده ما لعبش، شوف ده اجتهد قد ايه، ليه ايمن اشرف مجرد لما جه وخد الفرصه مسك فيها وكمل. ايمن ومؤمن، مؤمن زكريا ازاي نجح؟ طب ما نفكركم الكابتن فاروق جعفر نفسه وهو واحد من رموز لاعبي نادي الزمالك وكره الزمالك في تاريخها. كابتن فاروق جعفر هتشوفوا فيديو لما سئل على مؤمن زكريا رايه ايه في انه مؤمن زكريا ساب الزمالك وساب انبي وجه النادي الاهلي. فاروق جعفر بنفسه نشوفه قال ايه. احسن حاجه في مؤمن زكريا عملها في حياته ان هو راح لعب في النادي الاهلي. النادي الاهلي ده مدرسه تنور اللعيبه. نتكلم بقى بامانه. صحيح. العروض بتيجي لعيبه النادي الاهلي، يعني مثلا من 3-1 يعني بين الاهلي والزمالك، يعني كل 3 لعيبه للاهلي واحد للزمالك، ده ان بيبقى حظ اللعيب كويس قوي اللي يروح النادي الاهلي. يعني تبقى يعني مش عايز اقول بقى اللفظ بقى امه ده عياله ان هو يروح النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقدم لعيبته بشكل كويس جدا وبيحافظ على لعيبته وبيدافع عن لعيبته، وده من النادي الاهلي من زمان. فمؤمن في الفتره في فترات بيبقى مشكله في الفرقه، وفي فترات بيبقى موفق. وما يروح بلد عربيه فهو يعني من حقه ان هو يروح بلد عربيه، ولكن في النهايه الفضل الاول ان هو بيلعب في النادي الاهلي. اظن مش احنا اللي بنقول الكلام ده، ده كابتن فاروق جعفر اللي هو واحد من العناوين الرئيسيه في تاريخ كره الزمالك. يبقى امه ده عياله اللي يروح النادي الاهلي، يبقى حظه حلو اللي يروح النادي الاهلي، الاهلي بيقدم لعيبته كويسه. فعشان كده الموضوعيه تقتضي ان انا زي ما بقول لازم ان الناس دي تاخد فرص وتلعب، الموضوعيه تقتضي ان انا اقول هو ليه ده ما بيلعبش وليه اخرين بيلعبوا، وده مطلوب منه ايه عشان يلعب، وده عمل ايه عشان يلعب. مش قلت القائمه الافريقيه مسؤوله عن حاجه مهمه؟ ما هي الموضوعيه في الشق الثاني تقتضي ان انا ابص بعين الاعتبار للراجل المدرب. هو الكابتن حسام البدري لما جاب الناس دول مش الدوري شغال او بطوله افريقيا شغاله؟ مش في قائمه افريقيه مستمره؟ مش حضراتكم فنيين وفاهمين يعني ايه فريق متجانس وتشكيل بينه هارموني واحد ومنسجم ومكمل مع بعضه وصعب ان انت تدخل عليه الا للعناصر اللي انت بتحتاجها ضروريه، او الفرصه اللي بتقدر تدي لك وقت شويه ان انت تقدر تدخل حد على الفريق. ده كلام فني اعتقد. فالموضوعيه تقتضي اذا كنت انا بطالب هعدد فلان وفلان وفلان ما بيلعبوش، لازم انا ابص على الناس اللي لعبوا، لازم انا ابص على الظرف اللي خلى حسام البدري ما يديش الناس دي فرص في هذا، اللي اتعور واللي ما نفذش واللي ما هضمش النظام واللي بدنيا مش جاهز واللي في مركزه بيلعب على طول. ما انت كل واحد هتجيبه. والمعيار الاكبر اللي المهندس عادل قاله، هو انا جايب ناس لاستخدام مره واحده؟ يعني اللعيبه اللي انا جايبها مش عندي نظره استراتيجيه شويه؟ مش باصص انه بعد سنه او بعد اكتر او اقل في حد هيكبر في السن في المركز ده فهدخل ده فلازم ده يكون جاهز؟ مش ده استراتيجيه بناء الفريق الكبير ان انا مش هجيب ناس مره واحده؟ استاذ ابراهيم في عز الفريق العبقري اللي ما اتكررش، ها قبليها وبعديها كابتن كشري جه ولعب وكان هداف وكان معاه ثلاثه من عباقره كره القدم، كان حسام وفيليكس وهو قبليهم كان محمد رمضان وايمن شوقي. ها لما جه استاكوزا لعب ولا ما لعبش؟ طبعا لعب في وسط العباقره اللي كانوا موجوده في النادي الاهلي. صحيح. اللعيب يستطيع ان يزاحم. أيوة. ويلعب. ايوه. وانا استدافع فيك فلوس عشان ايه؟ انما اللعيب اللي جاي عشان هو كبير فمكانه محجوز، مفيش حد مكانه محجوز في اي حته في العالم. اللي عايز يعمل نقله لقدام يعني يعمل نقله نوعيه لنفسه بالظبط، في فكره، في بدنه، في اللايف ستايل بتاعه، طريقه حياته، ينام ازاي وياكل ازاي ويروح فين ويحترم نفسه ازاي، ثم ازاي يعيش مع المجموع مش مع الفرد. المجموع مش مع الفرد. انما تيجي تقول لي اصل هو كان هداف، هو بالصدفه ان كل نادي المقاصه دايما عنده هداف الدوري بقاله سنتين ثلاثه؟ لانه معني بالهجوم كمان، هو اكتر نادي بيستقبل اهداف. صحيح. فاللعيب يجي لك ناسي الدور الثاني ده، ملاكم ايديه زي الحديد بس رجليه فتله، على ما بتقوله رجليه عشان يبقى متوازن بتاخد وقت. انما انت على طول في اتجاه ما تروحش الاهلي ما تروحش الاهلي ما تروحش الاهلي، لا
لا وما قدرش ان هو الراجل رافض اغراءات خليجيه ويقول لك اقعد العب في الاهلي. لا يا جماعه ده بيقول له نادي النصر نادي عظيم يا عم، خد بالك على المشاوره. اه يا ابراهيم، المهم ان ما جيش في الفتره دي لعيبه. ايوه هيجي. ايوه هيجي باذن الله، وهيجوا لعيبه وهيجوا لعيبه كويسه قوي باذن الله، لان النادي الاهلي سوف يستقر ويستمر. النادي الاهلي ماسكين ناس اداروا ملفات وحطوا النادي الاهلي رانكينج نمبر 1 على مستوى العالم. على مستوى العالم. اه وهذا هو التحدي، بس ربنا يكرم ريال مدريد المره دي ما يصعبهاش علينا. ها لا هياخد البطوله يا عم، بجمله الموسم الوحش بقى يعني هياخد، مش ضروري البطوله دي. اذا خلينا نبقى واضحين ومتفقين، لن نقبل اي مساس بحقوق للنادي الاهلي، وايضا لن نسكت على اي طريقه يساء بها للنادي الاهلي وحقوق النادي الاهلي، ولن نخرج عن الموضوعيه عن الامانه على احترام حريه الراي والتعبير لدى الجميع. من الاخر بقى اخر حاجه، هذا ليس خلافا بين ابراهيم وعدلي وكابتن مدحت، هذا خلافا على ما قاله الكابتن مدحت. عايزها تفضل في الاطار ده؟ اهلا وسهلا اتفضل. عايز تخرج على الاطار ده؟ معرفش بقى. اهلا وسهلا. اصل انا استحضرتني حاجه عايز افتكرها، ويا ريت نعرف نجيب لها فيديو. كابتن عصام الحضري لما ساب الاهلي ومشي لسيون وحط النادي الاهلي في مأزق شديد جدا في نص البطوله، مشي في شهر فبراير. في اخر يناير واول فبراير، بعد ما حطينا اللائحه بالظبط القايمه، وبعد ما جددنا له باقل من شهر. كان متبنيا كابتن مدحت ان يقول هذا حقه، ويا جماعه فكروا في منتخب مصر. ما يروح يحترف ويتطور. هو نادي الاهلي ما معناه عايز يستعبده؟ ايوه. هجوم 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 هجوم. راح لف لفته ورجع الزمالك ثم الاسماعيلي. الاسماعيلي ثم الزمالك. اسماعيلي ثم الزمالك ثم الاسماعيلي تاني. ايوه. لا اوكي، تاني مره في الاسماعيلي بقى. اسماعيلي رايح جاي حبيبي، تاني مره في الاسماعيلي. تاني مره في الاسماعيلي حصل مشكله بين الكابتن عصام والاداره وامتنع عن التدريب. طلع الكابتن مدحت قال احنا وقفنا معاك كتير، بس المره دي احنا مش هنقف معاك، ارجع واعرف انك متعاقد واحترم عقدك. احترم عقدك. احترم عقدك. وعصام الحضري نفسه. ايوه انا عايز حد يجيب عشان هي بالقفاص تقريبا كده. وزي ما وقفنا معاك ممكن نقف ضدك. الله. عملت مداخله. انت. اي طبعا. قلت له يا كابتن مدحت انا احييك على موقفك في احترام العقود. الداعم في احترام العقود واللوائح، وانك تدي درس للعيب مهما كان حجمه في احترام تعاقداته. قال لي اشكرك. قلت له بس ده ما كانش موقفك واللاعب في النادي الاهلي. شكرا وشكرا. انا بشكرك. انا اللي بشكرك. كما نشكر حضراتكم، دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.